الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. النهاردة إن شاء الله مباراة هامة جدا كالعادة. الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم خلال الأيام السابقة إن السبع مباريات القادمة هي دوري خاص بالنادي الأهلي، ملناش علاقة بأي حد، ملناش علاقة بنتائج أي حد، لينا علاقة فقط بنتائج النادي الأهلي. مباراة في الأسبوع 31 ما بين النادي الأهلي وطلائع الجيش. هذه المباراة أو الثلاث نقاط دي واحدة من أهم المباريات خلال الفترة القادمة. نادي الأهلي النهاردة بيستعد استعداد مش خاص، ولكن كل مباراة لها استعداد بالفعل، هو استعداد خاص لكل مباراة. مباراة النهاردة كانت هي المباراة التي لها استعدادات خاصة جدا. ليه؟ لأن ثلاث نقاط دول إن شاء الله لو النادي الأهلي قدر أو استطاع أن هو يحصل على الثلاث نقاط سيتساوى في الرصيد مع نادي بيراميدز متصدر الدوري العام المصري. ولكن زي ما حضراتكم عارفين هناك فارق مباراتين ما بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز. نادي الأهلي لعب مباراتين أقل من نادي بيراميدز، وبالتالي المنافسة هتكون غالبا خلال الفترة القادمة ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، إلا إذا جد جديد. وزي ما أنتم عارفين كرة القدم دائما ما يكون فيها الجديد، خصوصا في الدوري العام المصري. امبارح خمس مباريات اتلعبوا في الدوري العام. مباراة حرس الحدود والإسماعيلي كانت هي المباراة اللي كان كل الناس بتتفرج عليها وكل الناس بتشوفها. فاز حرس الحدود على النادي الإسماعيلي وأشعل صراع القاع في الدوري العام المصري. النهاردة مباراة النادي الأهلي وطلائع الجيش زي ما قلت لحضراتكم مباراة في أسبوعها في الأسبوع 31 للدوري العام المصري. كل الناس تنتظر ماذا سيفعل النادي الأهلي في هذه المباراة، كيف سيدخل مارتن لاسارتي بتشكيلة قد تكون فيها بعض المفاجآت وقد يكون لا. وزي ما حضراتكم عارفين كل مباراة ولها رجالها، كل مباراة ولها لاعبينها. الفترة اللي فاتت بالكامل كان دائما هناك غيابات وغيابات كثيرة جدا داخل فريق النادي الأهلي. أنا بحب دائما أتكلم مع حضراتكم بمنتهى الصراحة، الفترة اللي فاتت الغيابات ما كانتش أو كانت طبعا بتؤثر وبشكل سلبي على النادي الأهلي، ولكن الحمد لله النادي الأهلي بينافس على صدارة الدوري العام كالعادة وكل الأمور ماشية بشكل جيد. الفرق التانية الحقيقة أي فريق تاني، أنا ما بتكلمش على فريق واحد، هناك فرق بيجيب منها لاعب أو اثنين أو ثلاثة الأمور بتبقى مختلفة تماما. وبالتالي النهاردة الحمد لله عودة وليد سليمان ليزين قائمة النادي الأهلي، عودة أيضا عمرو السولية، عودة محمد الشناوي، اثنين اللي كانوا موقوفين في المباراة السابقة أمام النادي المصري. كيف سيدخل لاسارتي في هذه المباراة؟ التشكيل اللي هيبدأ بيه لاسارتي الاحتياطي، مين اللي هيكون بره ال 18؟ كلام كتير جدا هنتكلم فيه ونشوف ماذا سيفعل مارتن لاسارتي في هذه المباراة. طيب خلينا بقى نستعرض جرافيك مباراة اليوم النادي الأهلي ونادي طلائع الجيش. زي ما حضراتكم شايفين مباراة طلائع الجيش والنادي الأهلي في الأسبوع 31 النهاردة 1 مايو. كل سنة وكل عمالنا طيبين ودايما بخير، ودايما هم الإيد اللي بنعتمد عليها في كل البلد. الحقيقة كل عمال مصر كل سنة وكل عمال مصر دايما بخير. النهاردة 1 مايو مباراة طلائع الجيش والنادي الأهلي. تاريخ المباريات، النادي الأهلي لعب 24 مباراة، فاز في 19، تعادل في 5 مباريات، لم يهزم إطلاقا من نادي طلائع الجيش، له 50 هدف عليه 11 هدف. أول وآخر مباراة بين طلائع الجيش والأهلي في بطولة الدوري، أول مباراة بين الفريقين كانت يوم 21 نوفمبر 2004 وفاز فيها النادي الأهلي بهدف مقابل لا شيء. أما آخر مباراة كانت يوم 9 ديسمبر في الدور الأول لهذا الدوري وانتهت بهدفين مقابل لا شيء للنادي الأهلي. محمد بركات نجم النادي الأهلي هو أول من أحرز هدف للنادي الأهلي في أولى المباريات، وآخر هدف أحرزه مروان محسن. أما فريق طلائع الجيش ممدوح عبد الحي أحرز أول الأهداف، وآخر الأهداف عاصم صلاح. طيب أكبر فوز للنادي الأهلي على طلائع الجيش 4-0، مرتين 4-2 مرة واحدة، 3-0 ثلاث مرات، 3-2 ثلاث مرات. لم يفز طلائع الجيش على النادي الأهلي. أما هداف النادي الأهلي في مباراة طلائع الجيش عماد متعب 6 أهداف، أبو تريكة 7 أهداف، عبد الله السعيد 5 أهداف، بركات 6 أهداف. 6 لاعبين من النادي الأهلي أحرز كل منهم هدفين. هداف طلائع الجيش في مرمى النادي الأهلي مايكل دودزي وهدفين، وصلاح أمين هدف واحد.
طيب موقف النادي الأهلي في دوري العام وطبعا طلائع الجيش. النادي الأهلي لعب 27 مباراة، فاز في 19، تعادل في 4 مباريات، خسر في 4 مباريات، سجل 44 هدف، استقبلت شباكه 17 هدف، يملك من النقاط 61 نقطة في المركز الثاني في الدوري العام المصري، وهداف النادي الأهلي هو مروان محسن بخمس أهداف. أما نادي طلائع الجيش لعب 30 مباراة، فاز في 8، تعادل في 10، خسر في 12، سجل 34 هدف، استقبلت شباكه 36 هدف، يملك من النقاط 34 نقطة في المركز ال 13. وهداف طلائع الجيش نجمه مصطفى محمد المعار من نادي الزمالك بتسع أهداف. توقيتات إحراز الأهلي للأهداف: 44 هدف في الدوري حتى هذه المباراة. ال 44 هدف موزعة كالتالي: في 90 دقيقة أول ربع ساعة في 90 دقيقة 4 أهداف، تاني ربع ساعة 7 أهداف، تالت ربع ساعة الشوط الأول أو نهاية الشوط الأول 7 أهداف. أما بداية الشوط الثاني فخمس أهداف، ثم النصف ساعة الأخيرة 21 هدف، 9 أهداف في الربع ساعة من الدقيقة 61 للدقيقة 75، ثم في الدقائق الأخيرة أو ربع ساعة الأخيرة 12 هدف. كيف استقبلت شباك النادي الأهلي أو توقيتات دخول أهداف في شباك النادي الأهلي؟ 17 هدف كأقوى خط دفاع في الدوري العام المصري، في الدوري العام المصري في خلال 90 دقيقة استقبلت شباك النادي الأهلي 17 هدف. خلينا بقى نقول لحضراتكم إزاي 17 هدف أو إمتى بيخشوا 17 هدف في خلال 90 دقيقة. أول ربع ساعة هدفين، تاني ربع ساعة هدف وحيد، تالت ربع ساعة هدف أيضا، ثم أول ربع ساعة في الشوط الثاني 6 أهداف، وآخر ربع ساعة 6 أهداف، ومن الدقيقة 61 للدقيقة 75 هدف وحيد. طيب طلائع الجيش بقى أحرز 34 هدف. طيب توقيتات إحراز طلائع الجيش لأهدافه على 90 دقيقة أو موزعة على 90 دقيقة: أول ربع ساعة 5 أهداف، تاني ربع ساعة 3 أهداف، ثم في الدقائق الربع 15 الأخيرة من الشوط الأول 4 أهداف، ومع بداية الشوط الثاني 8 أهداف، وفي الدقيقة 61 للدقيقة 75 3 أهداف، ثم الربع ساعة الأخيرة 11 هدف لطلائع الجيش. طيب استقبلت أو كيفية استقبال أو توقيتات استقبال مرمى طلائع الجيش للأهداف: 36 هدف موزعة على 90 دقيقة، 3 أهداف في أول ربع ساعة، ثم 5 أهداف في تاني ربع ساعة، ثم 5 أهداف أيضا في آخر ربع ساعة في الشوط الأول. الشوط الثاني الحقيقة 23 هدف من ال 34 اللي دخلوا أو ال 36 اللي دخلوا في مرمى طلائع الجيش تم إحرازهم في الشوط الثاني. أول ربع ساعة في الشوط الثاني 8 أهداف، ثم 3 أهداف في ربع ساعة في وسط الثانية من الشوط الثاني، ثم 12 هدف استقبلتهم شباك مرمى طلائع الجيش في الربع ساعة الأخيرة. طيب قائمة النادي الأهلي لهذه المباراة: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير. أما خط الدفاع: أحمد فتحي، رامي ربيعة، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، علي معلول، وعودة محمد هاني مرة أخرى إلى القائمة. أما خط الوسط: حمدي فتحي، هشام محمد، عمرو السولية، صالح جمعة، وعودة النجم وليد سليمان، ورمضان صبحي، وحسين الشحات، وناصر ماهر، وجيرالدو، وجونيور أجايه. خط هجوم النادي الأهلي في هذه المباراة: وليد أزارو ومروان محسن، أيضا عودة مروان محسن، زي ما قلت لكم عودة مروان محسن، عودة عمرو السولية، عودة محمد الشناوي، وعودة النجم وليد سليمان. طبعا المدير الفني مارتن لاسارتي. قائمة نادي طلائع الجيش لمباراة اليوم: محمد بسام ومحمد شعبان في حراسة المرمى، خط الدفاع: ريتشارد وعلي الفيل واسلام جمال وخالد سطوحي وأحمد سامي وأبو المجد بوش. أما خط الوسط: كابوريا وإسلام أجوجو وفرانك ستيفن وعلي الزهدي وكريم طارق وعمرو عموري ومحمد رزق وأحمد سمير. أما خط الهجوم: مصطفى محمد، شيكاتارا، تالا نداي، وأحمد جعفر، والمدير الفني لوك إيميل.
طيب طاقم تحكيم بيدير هذه المباراة كابتن محمود عاشور حكما للساحة، اثنين حكام مساعدين هاني كابتن هاني عبد الفتاح وكابتن عبد الفتاح عريشة حكم رابع نادر زكي، واثنين حكام حكم خامس كابتن طارق سامي وكابتن محمد يوسف. جدول ترتيب الدوري العام المصري قبل مباراة اليوم. بالمناسبة في مباراة دلوقتي شغالة ما بين نادي المقاولون العرب ونادي الداخلية، وأحمد علي يتقدم لنادي المقاولين العرب في أول 12 ثانية ليكون أسرع هدف في تاريخ الدوري العام المصري. أحمد علي بيحرز هدف المباراة الأول في الثانية 12، وبيضيف كمان الهدف الثاني لنادي المقاولين العرب في الدقيقة 29 ليتقدم المقاولون العرب تحت قيادة مديره الفني الكبير عماد النحاس بهدفين مقابل لا شيء، ويتصدر أحمد علي هدافي الدوري العام المصري. امبارح خالد قمر والنهاردة أحمد علي، الاثنين الحقيقة يجب أن يكون لهم مكان مع قائمة المنتخب القادم. طيب نرجع مرة أخرى لجدول ترتيب فرق الدوري العام المصري. بيراميدز في المركز الأول ولكن من 30 مباراة عنده 64 نقطة، أما النادي الأهلي اللي عنده مباراة بعد قليل هتبقى الساعة 7 إلا ربع بالظبط إن شاء الله، لعب 27 مباراة قبل مباراة الجيش النهاردة، عنده يملك من النقاط 61 نقطة. المركز الثالث نادي الزمالك برضه لعب 27 مباراة ويملك من النقاط 60 نقطة. النادي المصري اللي تعادل امبارح سلبيا ولعب 30 مباراة ويملك من النقاط 47 نقطة. المقاولين العرب النهاردة الحقيقة اللي متقدم على الداخلية بهدفين مقابل لا شيء، عنده 43 نقطة في المركز الخامس، إذن سيصل للنقطة 47 إذا انتهت المباراة لصالح المقاولين العرب في بعد نهاية المباراة هنقول لحضراتكم، ولكن حتى الآن المقاولين العرب متقدم على الداخلية بهدفين مقابل لا شيء. مصر المقاصة في المركز السادس من 31 مباراة عنده 42 نقطة. الإسماعيلي في المركز السابع من 8 أو من 29 مباراة عنده 37 نقطة. الجونة في المركز الثامن من 31 مباراة عنده 38 نقطة. الاتحاد السكندري بعد فوزه أمس على النجوم من 31 مباراة عنده 36 نقطة في المركز التاسع. أما المركز العاشر وادي دجلة من 30 مباراة عنده 35 نقطة. الإنتاج الحربي في المركز الـ11 من 30 مباراة عنده 35 نقطة. أما سموحة في المركز الـ12 من 31 مباراة عنده 35 نقطة. طلائع الجيش في المركز الـ13 من 30 مباراة عنده 34 نقطة وسيواجه النادي الأهلي اليوم. بتروجيت في المركز الـ14 عنده من 30 مباراة عنده 34 نقطة. حرس الحدود بعد فوزه أمس على النادي الإسماعيلي في المركز الـ15 و 30 مباراة، لعب 30 مباراة عنده 32 نقطة ويعود للتنفس مرة أخرى بعد ما كان في الثلاث فرق الأخيرة. النهاردة أيضا إمبي في المركز الـ16 قبل مبارياته في الأسبوع الـ31 من 28 مباراة يملك من النقاط 30 نقطة. الداخلية في المركز الـ17 عنده 30 من 30 مباراة عنده 26 نقطة ومهزوم من النادي المقاولين العرب بهدفين مقابل لا شيء. أما نادي النجوم في المركز الأخير واقترب من الهبوط للدوري الدرجة الثانية في العام القادم، من لعب 30 مباراة يملك من النقاط 25 نقطة. طيب قائمة الهدافين دي قبل ولا بعد مباراة اليوم يا جماعة؟ حد يقول لي قبل المباراة. طيب قبل مباراة اليوم يتصدر أحمد علي مباراة قائمة الهدافين المقاولين، طبعا الكابتن أحمد علي 15 هدف قبل هدفي اليوم، وبالتالي يصبح أحمد علي بعد الهدفين اللي جابهم النهاردة حتى الآن يعني في مباراة المقاولون العرب والداخلية يصبح 17 هدف ليغرد منفردا كهداف للدوري العام المصري. أما خالد قمر في المركز الثاني أيضا ب 14 هدف، نجم نادي الاتحاد السكندري. محمود علاء نجم نادي الزمالك في المركز الثالث ب 13 هدف. صلاح أمين في المركز الرابع ب 11 هدف نجم نادي النجوم. وباولو في المركز الخامس لنجم نادي الداخلية 10 أهداف.
هو ومحمود عبد المنعم كهربا وجون أنطوي وإيريك تراوري وإبراهيم ناداي ولكل منهم 10 أهداف. في المركز العاشر شميلس بيكلي 9 أهداف من نصر المقص. طيب على طول نذهب إلى أهم ما جاء في صحف اليوم عن هذه المباراة. جريدة الأهرام: الأهلي يخشى مناورات الطلائع في مشوار الزحف نحو القمة. الداخلية: والمقاولون يسعيان للفوز لتحقيق أهدافهما. أما من الأخبار اليوم: الأهلي والطلائع حوار مثير بعقول أجنبية. لاسارتي يطالب لاعبيه بالتركيز ولوك إيميل يخطط لمفاجأة. أما في الأخبار المسائي: الأهلي والطلائع لا مجال للتعثر. الأحمر يسعى لمواصلة الانتصارات في بداية سباعية اللقب. الكل بيتكلم إن الدوري العام مختلف في السبع مباريات القادمة. لا بديل عن الفوز الليلة، ده عنوان الجمهورية. الأهلي أهلي الروائع في تحدي الطلائع. الأهلي يواجه الطلائع في لقاء المطاردة على القمة، ده من جريدة المساء. أما من جريدة المصري اليوم: الأهلي يبحث عن الصدارة أمام الطلائع الليلة. ولاسارتي يحذر اللاعبين من إهدار الفرص السهلة. ولوك إيميل يعتمد على الخبرة. أما في جريدة الشروق: الأهلي يسعى للفوز على طلائع الجيش للاقتراب خطوة من القمة. وعودة الشناوي وسليا ومحسن ووليد سليمان يظهر في القائمة بعد غياب 100 يوم. الأهلي يتسلح بكامل لاعبي لتخطي طلائع الجيش في سباق الدوري. لاسارتي يحذر اللاعبين من خطورة المنافس. وعودة الشناوي لحراسة المرمى والسلية للوسط وأزارو يقود الهجوم. ولوك إيميل يخطط للمفاجأة، ده من جريدة الوطن. أما من جريدة الوفد: لاسارتي يخشى المفاجآت البلجيكية في الماكس. الليلة: الأهلي يسعى لمواصلة صحوته أمام الطلائع في الدوري. تعديلات محدودة تنتظر التشكيلة الحمراء. وإيميلي يحفز لاعبي لتكرار سيناريو الزمالك. الأهلي طمعان في كرم الطلائع. لاسارتي يحذر اللاعبين. ولوك إيميل يتسلح بسرعات ثلاثي الهجوم، ده من روزال يوسف. من جريدة اليوم السابع: الأهلي يواجه الطلائع وعينه على قمة الدوري. الأحمر يستعيد قوته الضاربة. ولوك يحلم بتكرار أداء مواجهة الزمالك. آخر حاجة معنا النهاردة من الدستور: الأهلي يسعى لعبور الطلائع ومطاردة بيراميدز على القمة. طيب دي الصحف المصرية وماذا قالت عن مباراة اليوم. الكل واضح جدا أن الكل عارف أن لاسارتي بيحذر لاعبي، وأيضا عارف أن لوك إيميل بيحضر لمفاجأة. إيه اللي هيحصل؟ ده اللي هنشوفه بقى أثناء المباراة. خلينا نروح نطمن على فريق النادي الأهلي من خلال مراسلنا دائما كريم أحمد. ازيك يا كريم؟ كابتن اسلام برحب بيك، وكل سنه وانت طيب، وكل سنه وكل الشعب المصري بخير وموفق دايما كالعاده كابتن اسلام. كريم، يعني اولا طمنا على الفريق وماذا يحدث في ارض الملعب، ولو معاك التشكيل طبعا يا ريت. أجواء حماسية وكلها تركيز كالعادة في معسكر فريق النادي الأهلي. لسه حتى هذه اللحظة يعني لسه التشكيل ما طلعش، سواء فريق الطلائع أو فريق النادي الأهلي، لكن إن شاء الله في خلال الدقائق القادمة يكون معانا تشكيل الفريقين. لكن لو بسترجع معاك كابتن إسلام التدريبات الأخيرة، معسكر فريق النادي الأهلي هنا في الإسكندرية، متابعتنا المستمره للنادي الاهلي والتدريبات، يمكن زي ما بنقول وبناكد مباراه مهمه، مباراه طلائع الجيش الجوله 31، مباراه بدون جمهور، لكن خلاص يعني الامر الواقع اللي احنا بنكون متواجدين بيه في كل المباريات ان بيكون في عدد قليل جدا من الجمهور المتواجد، لكن استعدادات فنيه على اعلى مستوى المستر مارتن لاسارتي. تدريبات كابتن اسلام تحديدا التدريب الاخير وقبل الاخير لفريق النادي الاهلي في شغل كبير جدا بيبذل النهارده، ممكن نشوف بشكل كبير في منتصف الملعب في غلق للمساحات. الاطراف النهارده هيكون ليها دور كبير جدا، لان مستر مارتن التدريب الاخير كان في بعض الجمل التكتيكيه اللي كان بيحاول ان هو يحفظ لعيبه النادي الاهلي بشكل كبير جدا. الحماس والجديه اللي بنتكلم عليها في التدريبات ده يمكن بشكل مستمر، التحذير
كتير للجهاز الفني، الاحتكاكات في طبعا حماس وجديه، بيبقى في خشونه في اللعب شويه، لكن لعيبه النادي الاهلي بشكل كبير بتحاول ان هي طبعا تكون حريصه شويه على المباريات او التدريبات او التقسيمه كمان اللي بتكون في نهايه المران. بشكل عام وصل فريقين، فريق طلع الجيش والنادي الاهلي الى ملعب الماكس اللي بيستقبل هذه المباراه. يمكن سالت المباراه الماضيه كابتن اسلام على ملعب المباراه، النجيله عاليه، لكن الشكل العام للملعب يدل ان الملعب جيد، لكن على ارضيه الملعب يعني في بعض المطبات والنجيله العاليه دي. يمكن كنت طبعا بتلعب طبعا هذا الملعب كابتن اسلام، وعارف ان النجيله العاليه بتسبب كرامبات لبعض اللعيبه، لكن بدنيا في شغل بذل من اليخاندرو مخطط الاحمال تجهيزا للنادي الاهلي للمباريات القادمه. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه اليوم. عندنا اكثر من لاعب بيعود، واكيد انت بتتكلم عليهم وهتتكلم عليهم كمان يا كابتن اسلام، السوليه والشناوي ومحمد هاني وبين قوسين طبعا نجم النادي الاهلي وليد سليمان اللي بنقول له من خلالك ومن خلال الملعب الاهلي الحمد لله على السلامه يا وليد. ان شاء الله باذن الله يكون اضافه كالعاده الفريق للنادي الاهلي. وليد سليمان من اللاعبين التي تعلم جيدا روح الفانيلا الحمراء. اتفضل. من الواضح يا كابتن اسلام ان هيتم الدفع بوليد، يعني تم تجهيز وليد بشكل مميز جدا. مستر مارتن كان متواجد معاه امس في نقدر نقول في حديث سريع جدا، من الواضح ان وليد الاطمئنان عليه هيكون النهارده ان شاء الله، يطمئن كل جمهور النادي الاهلي على واحد من الركائز الاساسيه والعناصر الاساسيه لفريق النادي الاهلي وليد سليمان ممكن يتم الدفع بيه، وده الواضح ان شاء الله يا كابتن اسلام على حسب سير المباراه. انت عارف طبعا يعني كل مباراه بيبقى ليها بعض السيناريوهات والتغييرات وكده، لكن في حاله ان شاء الله النادي الاهلي يقدر ان هو يحسم المباراه، يقدر ان هو يكون في ضغط كبير جدا، ان شاء الله نشوف وليد سليمان يشارك يؤدي اداء مميز، وباذن الله منتظرين اهدافه المميزه. اكتر من لاعب بيقعد لنا زي ما بناكد، دي اضافه للاعيبه النادي الاهلي، لكن الغيابات يعني كبيره طبعا كالعاده كل المباريات، سواء للعيبه اللي غايبه للرؤيه الفنيه لمستر مارتن، وايضا كمان لاعبين على مستوى الاصابه اذكرهم معاك سريعا: حسام عاشور، عمرو جمال، كريم ندفد، سعد سمير، حمودي، اسلام محارب، محمد شريف، شريف اكرامي، احمد علاء، محمد نجيب، وباسم علي، ومحمود وحيد، عدد كبير جدا. لكن يعني كل مباراة بنأكد الكل على قلب رجل واحد، ثقتنا كبيرة جدا في كل اللاعبين. إن شاء الله يا كابتن إسلام لعبتنا تدريجيا نصل للنقطة 82، ووصلنا للنقطة 82 يعني حسم النادي الأهلي إن شاء الله لبطولة هذا الموسم، ويبقى درع الدوري في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. أنا معاك يا كابتن إسلام لو فيها استفسارات. كريم، المباراة السابقة كابتن إيهاب جلال بعد المباراة قال إن رش الملعب كان له تأثير سلبي على نتيجة المباراة بالنسبة للنادي المصري، هل النهاردة هيكون برضه في رش للملعب ولا لا؟ انا باكد على امر رش الملعب ده، كمان درجه الحراره يعني يمكن في القاهره درجه الحراره عاليه، كمان في الاسكندريه الشمس قويه جدا، الملعب بيترش بشكل يمكن ما بيتغرقش يا كابتن اسلام الملعب، عشان نقدر نقول ان هو كان فيه يعني اعاقه لبعض اللعيبه او بعض الفرق ما حاولتش ان هي تادي الاداء اللي هم بينتظروه، لكن الملعب بيترش بشكل يعني محترف وشكل مجهز بشكل كبير جدا هنا في استاد الماكس، استاد مميز، ويمكن كل الوسائل الرش طبعا يمكن حاجه على اعلى مستوى، لكن يعني من المتاكد كابتن سعد ابو حفيظه يكون متواجد في ارضيه الملعب بطلب رش الملعب ده عرف في كل المباريات الخاصه بالنادي الاهلي، يعني بيساعد بشكل كبير. كمان الجو النهارده محتاج ان يكون فيه نجيله، يعني نقدر نقول الطينه جامده شويه يا كابتن اسلام، فمحتاج ان يكون فيها بعض الرش، من الوارد ومن الاكيد جدا ان يكون في رش الملعب النهارده. الامر ده بيساعد الفريقين وليس فريق النادي الاهلي لسهوله تحرك الكوره، التحركات ما بقاش في اي اصابات، لان انت عارف طبعا يعني السبرنتات والكرامبات والترنات اللي بتتعمل مع اللعيبه لو ارض صلبه يعني ممكن تاثر شويه على اللاعبين سواء نادي طلائع الجيش او النادي الاهلي. هل هناك اي ملامح للتشكيل؟ يعني بمعنى ان احمد فتحي هل سيكون في مركز الباك رايت ولا في وسط الملعب؟ هل هيلعب ولا لا؟ الناحيه الثانيه عمرو السوليه، برضو وليد ازارو، مجموعه اللاعبين اللي جم على الفريق، يمكن محمد الشناوي هو اللي سيكون في حراسه المرمى، ولكن ملامح التشكيل من وجهه نظرك لغايه طبعا ما يجي لنا التشكيل الرسمي. لو طبعا طبعا يا كابتن اسلام نقدر نقول يعني رغم التحفظ الخاص لمستر مارتن واخفاء بعض التشكيل، لكن من الواضح بشكل كبير ان حمدي فتحي وعمرو السوليه يكونوا متواجدين في منتصف الملعب، احمد فتحي هيعود لمكانه الباك رايت، الشناوي طبعا في حراسه المرمى. الاختيار بين الاطراف يعني ممكن نشوف رمضان هيبدا، هنشوف جيرالدو هيبدا، اجاي، ناصر ماهر ممكن ياخد النهارده كمان ليه مباراه اليوم، وليد ازارو، يعني الربع الامامي لفريق النادي الاهلي ده اللي يمكن نقدر نقول في بعض الحيره، ولكن طبعا خلاص يعني اقدر اقول لك في خلال خمس دقائق كابتن اسلام يكون معانا التشكيل. لكن
لكن العناصر الاساسيه اللي متواجده ياسر ابراهيم وايمن اشرف وعلي معلول واحمد فتحي وحمدي فتحي وعمرو السوليه وبالتاكيد كمان وليد ازارو من الرؤيه كمان اللي احنا لمسناها النهارده من تحركات وليد في فندق الاقامه ابتسامته المعتاده في وجوده اما بيعرف ان هو يكون في متواجد في المباراه لكن هننتظر ايضا كمان كابتن اسلام عشان يبقى التشكيل رسمي من خلال ملعب الاهلي ومن خلال شاشه قناه النادي الاهلي لكل جمهور النادي الاهلي. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كريم واول ان شاء الله ما يكون معاك التشكيل اللي بعته لنا على طول عشان دائما وكالعاده زي ما حضراتكم عارفين قناه النادي الاهلي دائما ما بتنفرد بتشكيل النادي الاهلي فبعد قليل ان شاء الله هيكون مع حضراتكم تشكيل النادي الاهلي اول ما يطلع بشكل رسمي. طيب دي كانت الفقره الاولى النهارده معانا خلينا بقى نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنروح لاول فقره دكتور احمد ثابت هنتكلم في بعض الجمل التكتيكيه وفي بعض الارقام والاحصاءات فيما يخص مباراه النادي الاهلي وطلائع الجيش اليوم وفيما يخص ايضا الفريقين. بعد الفاصل دكتور احمد ثابت.
وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. قبل بس ما ارحب بدكتور احمد ثابت خلينا نروح لكريم احمد زميلنا من ارض الملعب يقول لنا على تشكيل هذه المباراه للنادي الاهلي. اتفضل يا كريم. يمكن من خلال كابتن اسلام ومن خلال ملعب الاهلي التشكيل الخاص بفريق النادي الاهلي، في طبعا في حراسه المرمى الشناوي، خط الظهر من اليمين الشمال احمد فتحي، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، علي معلول، في المنتصف عمرو السوليه، حمدي فتحي، على الاطراف جيرالدو ورمضان صبحي وصالح جمعه ووليد ازارو. الاحتياطي الخاص بفريق النادي الاهلي هشام محمد، وليد سليمان، علي لطفي، حسين الشحات، رامي ربيعه، ومحمد هاني، وجونيور اجاي. زي ما اكدنا قلنا طبعا كالعاده يمكن التشكيل الخاص بفريق النادي الاهلي يكون من خلالك من خلال ملعب الاهلي يا كابتن اسلام، وايضا كمان يمكن لسه تشكيل فريق نادي طلائع الجيش هنقوله طبعا يعني من غير ترتيب لان لسه الورق يمكن جاي لنا حالا. محمد السيد ابو المجد، اسلام جمال حامد، علي احمد مهاب الفيل، خالد سرحان، احمد فتحي عبد السميع، كريم طارق، اسلام جمال، احمد موسى كابوريا، و إيسوزلان ريتشارد. يمكن ده التشكيل الخاص بفريق نادي طلائع الجيش وفريق النادي الاهلي. ومن الواضح النهارده في تغييرات، يعني شايفين جونيور اجاييه النهارده على دكه البدلاء، رمضان صبحي كمان النهارده بيتم الدفع بيه في البدايه في بدايه المباراه. ان شاء الله باذن الله التشكيله تكون موفقه، يكون اختيار جيد للجهاز الفني، ولاعبتنا كالعاده كابتن اسلام تكون في الموعد في موعد التركيز. ان شاء الله مباراه ما تكونش صعبه على فريق النادي الاهلي، النادي الاهلي يقدر ان هو يسهلها على نفسه في بدايه الشوط الاول، نقدر ان احنا نحرز هدف واثنين باذن الله. يكون التوفيق معانا يا كابتن اسلام باذن الله. عوده ليك يا كابتن اسلام وانا معاك لو في استفسار. شكرا جزيلا يا كريم، ولو في اي حاجه حصلت قبل بدايه المباراه طبعا انت دايما معانا ودايما متواجد. اعتقد ان دكتور احمد ازيك؟ وحشنا. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام بالتوفيق ان شاء الله، وكل سنه وحضرتك طيب، وكل سنه والساده المشاهدين بخير ان شاء الله يا رب دايما. تشكيل اعتقد متوقع للنادي الاهلي، يعني يمكن كان هو هل احمد فتحي اللي هيلعب ولا هاني، ده تم الدفع باحمد فتحي، بدايه رمضان صبحي وجيرالدو ووليد ازارو ومن خلفهم. يمكن التشكيل المتوقع فعلا للنادي الاهلي. قول لنا التشكيل مره ثانيه. محمد الشناوي في حراسه المرمى طبعا بيرجع بعد الايقاف في المباراه الاخيره، تالق حمدي فتحي في الفتره الاخيره فثبته في الاثنين الارتكاز، سواء حمدي فتحي وعمرو السوليه اثنين ارتكاز، الاربعه اللي ورا احمد فتحي ناحيه اليمين وياسر ابراهيم وايمن اشرف ومعلول، الاربعه دول ثابتين دايما. السوليه وحمدي فتحي يعتبروا بصراحه احسن اثنين ارتكاز حاليا من وجهه نظري، قدامهم صالح جمعه والحاله اللي بيمر بيها في الفتره الاخيره، رهانوا على جرالدو في برضه دي حاجه تحسب للاسارتي بصراحه، رهانوا على جرالدو رغم ان في بعض الانتقادات، لكن انا شايف بصراحه ان هي تحسب له النهارده. جرالدو ممكن يعني يكون لي مفعول السحر باذن الله. والناحيه الثانيه طبعا عوده رمضان صبحي وقدام وليد ازارو، فالتشكيله جيده بالتاكيد، وان شاء الله يعني تكون فيها يعني مفتاح الفوز باذن الله. طيب مواجهه اورجوانيه بلجيكيه، مارتن لاسارت المدير الفني للنادي الاهلي ولوك ايميل المدير الفني لنادي طلائع الجيش، مقارنتهم بقى ازاي؟ طبعا فرق كبير قوي ما بين مارتن لاسارتي ولوك ايميل بصراحه، يعني مارتن لاسارتي طبعا من اورجواي، لوك ايميل من بلجيكا. مارتن لاسارتي اللي ضرب النادي الاهلي في الدوري 15 مباراه، كسب 12 اتعادل 1 خسر 2، لوك ايميل 16 مباراه كسب كم ماتش؟ 4 بس، خسر 7، نسبة الخسارة عنده عالية قوي، اتعادل 5، نسبة الفوز 25% بس اللوك ايميل، لكن لاسارتي 80%. نعم. فالإحراز الأهداف النادي الأهلي 26 هدف، طلائع الجيش مع لوك ايميل 13 هدف 26 بس. 26 هدف في المباراة في ال 15 مباراة بس بتوع لاسارتي. نعم. بمعدل 1.7، النادي الأهلي بيجيب أكتر من هدف ونص في المباراة، لكن لوك ايميل 8/10، نسبة قليلة قوي. بالنسبة برضو لاستقبالة الشباك الأهداف، يعني دخل فينا كام جون؟ 8 مع لاسارتي، لكن طلائع الجيش 18 هدف ودي نسبة كبيرة جدا. الشباك النظيفة النادي الأهلي 8 في 15 مباراة، لوك ايميل 4، وده بيأكد النادي الأهلي قوي جدا دفاعيا. أنا شايف بصراحة سر تفوق النادي الأهلي، وإن شاء الله إن شاء الله يعني بإذن الله هيكون سر الفوز بالدوري، هو خط دفاع النادي الأهلي. الفرق ما بين النادي الأهلي وما بين بيراميدز وما بين الزمالك هو الدفاع، مش الهجوم هو اللي بيجيب البطوله. يعني الدفاع تحديدا، الهجوم ممكن لما يكون هجومك قوي يكسبك ماتشات، لكن لما يكون دفاعك قوي يكسبك بطولات. ده الفرق. والدليل الموسم اللي قبل الماضي لو نفتكر، كان مصر المقصه كان اقوى خط هجوم في الدوري، رغم ان الموسم ده النادي الاهلي كان عامل ارقام قياسيه كبيره جدا، الا اقوى خط هجوم كانت المقصه، ورغم كده ما خدش الدوري. المقصه اخذ المركز الثاني ساعتها، والنادي الاهلي كان ساعتها اقوى خط دفاع واخد الدوري. فدايما اللي دفاعه قوي هو اللي بياخد البطوله. طيب نروح بقى للتوقيتات اللي تم احراز فيها اهداف في شباك طلائع الجيش، 13 هدف منذ تولي لوك ايميل مديرا فنيا لنادي الطلائع. طبعا هي نسبه قليله، يعني 13 هدف في 16 مباراه نسبه مش كبيره، ولكن طبعا بالنسبه لنادي طلائع الجيش في الامكانيات الموجوده بالنسبه لهم طبعا نسبه يعني
هو الفترة اللي أكتر تسجيل فيها 4 أهداف في آخر ربع ساعة، لكن الباقي بقى متوزع، يعني أغلبهم مثلا اتنينات ما عدا آخر ربع ساعة جاي فيها 4 أهداف. ده بالنسبة لطلاع الجيش. إزاي بقى سجلهم ال 13 هدف مع لوك إيميل؟ طبعا بالنسبة لطلاع الجيش يمكن هم طريقة لعبهم برضو بيلعبوا، يعني إزاي بيسجلوا ده؟ طريقة اللعب هي اللي بتساعدهم على الشكل ده. لو لاحظنا إن هي نقاط قوتهم إيه؟ هي الكرات العرضية. يعني يمكن لو بصينا على التشكيل بتاعهم حتى لما جانا هم بيلعبوا 4-3-2-1، دايما بيعملوا ستارة دفاعية في وسط الملعب الأربعة اللي ورا. هنا طبعا هو بادئ النهاردة بمحمد أبو المجد ناحية اليمين، أحمد سامي وعلي الفيل، عاصم صلاح، الثلاثة اللي في النص فرانكو نجونجا. ده بيبقى فرانكو نجونجا ده الارتكاز الدفاعي، مزبوط. بيبقى ورا بيغطي دايما بصراحة وقوي جدا بدنيا. فرانكو نجونجا لا مش من اوغندا، لا مش فرانك صح، ده الثاني اللي من اوغندا اللي هو اللي جنبه. طبعا في فرانك ستيفن وجنبه محمد رزق، والثالث بتاعهم بيبقى احمد كابوريا. طبعا يعني هم ثلاثة ارتكاز دايما بيعتمد عليهم. هنا النهارده هو المفاجاه ان هو بادئ بتالانداي ناحيه اليمين. تالانداي في الماتشات الاخيره ما كانش بيبدا بيه، يعني كان بيبدا مثلا اسلام جمال دايما، لكن تالانداي هو بادئ بيه عشان المساحات اللي ورا علي معلول. فواضح جدا ان هو عايز يستغل المساحه اللي ورا علي معلول بتالانداي، لعيب قوي بدنيا وسريع. الناحيه الثانيه احمد سمير، وقدام مصطفى محمد. يمكن هو نقاط قوتهم تحديدا في الكرات العرضيه، الستاره الدفاعيه اللي هي الثلاثه اللي في وسط الملعب دي بتدي حمايه للاطراف. حضرتك باك يمين اكيد، ولو عارف ان دايما لما يبقى معاك ثلاثه او ليبرو بيسمح لك ان انت تنطلق دايما دايما وتعمل العرضيه، فهم عندهم الاطراف بتشتغل بشكل كويس جدا، بتعتمد او عاصم صلاح تحديدا. وطبعا الناحيه الثانيه احمد سمير، احمد سمير برده بيلعب قدام عاصم صلاح مميز قوي بالعرضيات. فطبعا هم بيعتمدوا على الماكينه اللي قدام اللي هو مصطفى محمد رقم 9، بصراحه من احسن المهاجمين في الدوري، مميز قوي بالفوز بالالتحامات الهوائيه، هداف الفرقه جاب 9 اهداف، مميز جدا بالكرات العرضيه. حضرتك سالتني سؤال قلت لي هم ازاي سجلوا 13 هدف في 16 مباراه. مظبوط. ابرز نقاط قوه عندهم هي الكرات العرضيه، جايبين 5 اهداف من 13 هدف من كرات عرضيه بنسبه 38.46%. نسبة كبيرة جدا. نسبة كبيرة جداً. يمكن استاذ سمير جاب لنا العرضيات على طول معانا اهي. هدف لطلاع الجيش من كره عرضيه، يبقى هم مسجلين مع لوك ايميل 5 اهداف من كرات عرضيه. دايما مصطفى محمد يا جماعه مميز بالقطع على القائم القريب. نعم. زي ما قلنا مروان مصطفى محمد عنده الميزه دي قبل كده. يعني نلاحظ ان لازم المدافع يروح معاه يقطع دايما على القائم القريب. ده برضو عرضيه احمد سمير، يعني من اليمين ومن الشمال، من اليمين ومن الشمال. ده برضو بيركز في جزء واحد. هو بيعتمدوا ان الراجل ده معاهم مهاجم قوي قوي، فبيعملوا العرضيات بشكل مميز قوي. تمام. والستاره الدفاعيه اللي هم الثلاثه في وسط الملعب بيدوا حريه للاطراف. دي ابرز نقطه قوه اللي هي العرضيات من خلال المهاجم ده مصطفى محمد. النقطه الثانيه وهي التسديدات، سلاح التسديدات من اهم الاسلحه عند طلائع الجيش، خاصه مع المدرب ده احمد سمير رقم 7 اللي هو الجناح اللي بيلعب ناحيه الشمال، مميز قوي بالتسديدات، بيسدد من بره ال18، جاب جونين في نادي الزمالك من تسديدات. بس هو احمد سمير دايما بيغير مع تالانداي، بيبقى في سويتشات، بيغير مع الوينج رايت، خليني اقول لك بيغير مع الوينج رايت، بيغيره طلب بيبقى شويه وهو شويه بيعملوا سويتشات، بيعملوا سويتشات، وبالتالي الشوط هيبقى لو جاي من ناحيه اليمين اللي هو الشمال على عدلته، اللي هي على عدلته. لو جاي من هنا هتبقى صعبه. من هنا هو بيميز بالعرضيه، يعني هو لما قدامه حل من الاثنين، لو هنا على الطرف بيعمل عرضيه، لو جه الناحيه الثانيه فهو داخل للعمق، فبالتالي بيسدد على المرمى بمنتهى السهوله. بالزبط. وزي ما جابها في نادي الزمالك بالظبط نفس الكوره. نعم. اسلام جمال برده كان عنده نفس الميزه، جاب جون في بيراميدز. يمكن هم جايبين ثاني اقوى نقطه قوه عندهم ان هم جايبين 4 تسديدات من على حدود منطقه الجزاء بنسبه 30، يعني 31%. فاذا دي تاني نقطة قوة. انت النهارده عندك 2 دبابة ما شاء الله في وسط الملعب، عمرو السولية وحمدي فتحي، ماكينة قطع كرات الاثنين، يقدروا يعملوا بلوكات. حمدي فتحي والسولية ثنائية ان شاء الله تثبت، يعني اتمنى ان هي الثنائية دي تستمر وان شاء الله تتألق والاثنين يروحوا منتخب مصر، لان الثنائية دي ان شاء الله هتنجح باذن الله. تمام. وبرده في ضربات جزاء جايبين هدفين من ضربات او ركلات جزاء بنسبة 15-38%، تمرير طولي يعني مرة واحدة، خطأ مدافعين مرة قليلة، وبالتالي يجب ان يكون هناك غلق للأطراف بالنسبه للنادي الاهلي. هم مميزين، مش مميزين من العمق، هم دايما بيعتمدوا على الاطراف وعلى التسديدات والنهارده هو عامل تكايه ان هو رامي تالانداي ورا علي معلول. دي برضو لازم نحطها في حساباتنا ان رمضان صبحي لازم يرجع يساند علي السطوحي، محمد رزق، واحمد سامي، سعد ابو العينين، محمد بسام، احمد سمير، محمد تالانداي،
فرانك ستيفن ومصطفى محمد. الاحتياطي الخاص بفريق نادي طلائع الجيش علي معلول، ولازم الارتكاز الثاني يقرب منهم. طب دي روشيتا، دي هتفرق. احنا بنقول لحضراتكم روشيتا اهو، دي مهمه جدا روشيتا علشان الناس تبقى واضح تشكيل الطلائع ان هو بيعتمد على طلائع نضال، ما بيعتمدش عليه خلال الفتره اللي فاتت، كان بيعتمد على اسلام جمال، ولكن النهارده بيعتمد على طلائع نضال لانه اسرع واقوى، وعشان يتعب علي معلول، يتعب علي معلول ويوقف شويه علي معلول اعتقد. لما زي ما بيراميدز عمل في ماتش الاهلي بصراحه، لما رمانا محمد فاروق حدد شويه من خطوره علي معلول، حدد كتير. طيب نروح بقى نقارن ما بين راس حربه النادي الاهلي وراس حربه نادي طلائع الجيش، مصطفى محمد ووليد ازارو. لو تقدر تقول لنا هذه المقارنه. طبعا ده مهاجم دولي، طب مصطفى محمد ووليد ازارو برضو دولي. نعم. السن بتاع مصطفى محمد 21 سنه، وليد ازارو 23 سنه. عدد المشاركات بتاع مصطفى محمد 25 مشاركه في الدوري، وليد ازارو لعب 16 مشاركه. الدقائق طبعا كتير جدا لمصطفى محمد، لعب اكتر من ازارو، فلازم نحط في بالنا النقطه دي ان هو لعب 2048 دقيقه، ازارو لعب 2207، يعني حوالي اكتر بألف دقيقه. مصطفى محمد مسجل 9 اهداف وصانع 3، يعني مساهم في كام جون؟ 12 هدف، 9 تجوان و3 اسيست. ازارو 7، ازارو 7، ازارو 3 وصانع 4. ازارو ارقامه في الصناعه السنه دي اعلى من السنه اللي فاتت، اعلى من السنه اللي فاتت. برافو. فدي حاجه مهمه ان انت الراجل شغال، مش الراجل يعني. انا حتى لما قلت ازارو المباراه اللي فاتت سرعاته مهمه جدا في ورا الدفاع المصري. احنا بنتكلم عن ازارو برضو يا احمد، لان الارقام لا تتجمل ولا تكذب. دايما كنا بنقول ايه، ازارو عنده مشكله دلوقتي، او مش مشكله، هو بعدم توفيق ان هو ما بيجيبش جوان كتير خلال هذه الفتره، ولكن وجوده مهم جدا أوي. وبيدافع وبيهاجم بشكل كويس جدا. وبيجري يمين وبيجري شمال، بيعمل مجهود واضح جدا في الملعب. ده عايزين نفهمه برضو عشان الناس تفهم الدليل على كلام حضرتك. الماتش اللي فات مين اللي جايب، مين اللي متسبب في صنع الهدف الاول؟ وليد ازارو. وليد ازارو لما انطلق بسرعته، سرعته بتفرق عن اي مدافع في مصر. الستارت بتاعته بتفرق، يا اما بيديك اسيست، يا اما بيتسبب في ضرب الجزاء زي اللي حصل لما اتسبق محمود حمد في مباراه المصري اهو. نعم. ضرب الجزاء على طول لما وده الاسيست اللي عمله في الهدف الاول. فانت الجونين في مباراه المصري اللي متسبب فيهم وليد ازارو، هو صحيح ضيع واحده جوه السته، لكن هو ده عدم التوفيق اللي احنا بنتكلم فيه، واضاعه الفرص السهله بالنسبه لمهاجم، وده المهاجم دور المهاجم. لكن في نفس الوقت هو بيعمل حاجه كبيره جدا. زي عماد متعب، عماد متعب جات له فتره من الفترات ما كانش بيسجل، وكان في امم افريقيا وكان بيعتمد عليه الراجل كابتن حسن شحاته. وليد ازارو بصراحه مهاجم كويس ونصبر عليه، والنهارده ان شاء الله انا شايف برضه هيبقى في دور لمروان محسن في الشوط الثاني. ليه؟ لان النهارده يعني في الكرات العرضيه لو اعتمدنا عليها، يعني لما نتكلم على نقاط الضعف بتاعه طلائع الجيش هنلاقي ان هم عندهم نقاط ضعف. مروان سكور النهارده، مروان مين الثاني؟ هيبقى صلاح محسن بقى. يعني ولا صلاح برضه اعتقد هيبقى مين المهاجم يعني هو النهارده؟ علي لطفي، هشام محمد، وليد سليمان، حسين الشحات، رامي ربيعه، جونيور اجايه، ناصر ماهر. ممكن اجايه، لان احنا ممكن في الشوط الثاني نحتاج راس حربه ثاني. بالظبط كده، لان انت هتعتمد على الكرات العرضيه، هم هيقفلوا لك العمق، فانت محتاج تفتح على الاطراف، تعمل تمديد لعمق لمساحه عمق الملعب، فبالتالي محتاج تشغل الاطراف بشكل كويس، فهتحتاج مهاجم ثاني. صالح جمعة والتألق الواضح لصالح جمعة خلال هذه الفترة، أعتقد أنه وجوده مهم جدا. ومقارنته بمين بقى؟ بأحمد كابوريا لاعب نادي طلائع الجيش. صالح جمعة بصراحة بيفرق قوي مع النادي الأهلي، وهو بدنيا بيستعيد فورمته تدريجيا بالمباريات هتجيبه. يمكن هو طبعا رقم 10، كابوريا رقم 22. السن طبعا صالح اصغر 25 سنه، كابوريا 31 سنه. عدد المشاركات، صالح لعب السنه دي 6 مشاركات بس ب 267 دقيقه، مسجل هدفين. كابوريا لعب 26 مشاركه ب 1610 دقيقه، جايب 4 اهداف وصانع جونين. طبعا مقارنه بعدد الدقائق، فصالح ان شاء الله لو لعب ممكن يكون سر الفوز باذن الله بالدوري باذن الله، يعني لان صالح حته صناعه اللعب دي رقم واحد في مصر لو في حالته. 18 هدف دخلوا في طلائع الجيش مع البلجيكي لوك ايميل في الدوري. دي بقى النقاط اللي هي اهم نقاط الضعف، اهم نقاط الضعف موجوده في 18 هدف كتير، يعني 18 هدف في طلائع الجيش، رغم ان الحارس محمد بسام على فكره حارس مميز، يعني حارس كويس جدا. يمكن هم استقبلوا عندهم مشكله في الكرات العرضيه، الكرات العرضيه في من الجبهه اليسرى لطلائع الجيش من ناحيه الشمال، يعني من ناحيه جيرالدو عندهم مشكله، جاي فيهم 4 اهداف من ناحيه الشمال وجونين من ناحيه اليمين. من ناحيه الشمال القوه برضو فيها في عاصم صلاح، وان هو بيعرف يرفع كويس وبيعرف يقف كويس. هم كمان عشان عندهم التغطيه العكسيه بتاعه الباك اليمين ضعيفه قوي،
برافو عليك. يعني في اي عرضيه انا بلاحظ الحته دي، التغطيه العكسيه بتاعه الباك اليمين دي نقطه مهمه جدا. يعني هم عندهم مشكله، لو بصينا هنا هنلاقي مثلا ناحيه الشمال تحديدا اللي هي الجبهه دي، جرالدو النهارده، عشان كده انا قلت جرالدو ممكن يكون له دور مهم. ليه؟ لان الجبهه دي عندهم ضعيفه، فجرالدو لو اشتغل دفاعيا. ضعيفه دفاعيا مش هجوميا، لان هجوميا عندهم احمد سمير وعندهم حسن صلاح، الاثنين كويسين. فانت فانت جرالدو الهجومية. عندك الهجوميه، فانت جرالدو عندك الحته دي ممكن ان شاء الله يستغلها. هو كل الاهداف بتيجي من الجبهه دي، يعني العرضيات من الجبهه دي على القائم القريب، او الباك اليمين سيء جدا في التغطيه العكسيه. اذا انت بتنصح وليد ازار ان هو يقطع العرض الاولانيه ورمضان يكمل ورا، يكمل ما بين السيرد باك وما بين الباك اليمين. صح كده، يعني الناحيه دي مثلا ادي وليد ازار اهو، وادي رمضان صبحي. هم عندهم الباك اليمين حتى هو بيغير مره، تلاقيه بيلاقي احمد سامي المساك لعبه باك يمين، صح، ما عندوش، بدليل ان هو ما عندوش باك يمين. يعني الحته دي نقدر ان احنا نستغلها بالعرضيات من الجبهه دي. سواء فضي بقى السته الصفر اللي قدام دول، ووري الناس الحته الفاضيه اللي دايما بتبقى ايوه هي دي مهمه جدا، لان دي دول الاربعه وادي ازار. ده من خلال الارقام يا جماعه، بس من خلال الارقام. هم عندهم الجبهه ديت مسجل فيها اربع اهداف اهي، يعني مش شرط على فكره جرالدو، ممكن احمد فتحي، اي حد من ناحيه اليمين، احمد فتحي يعني ناحيه اليمين لو عمل العرضيه، يا اما تتلعب على القائم القريب لوليد ازارو، يا اما تتلعب على الطرف ده، لان الباك ده بيتاخر في التغطيه العكسيه، المفروض ان هو بيضم لجوه عشان يعمل التغطيه العكسيه. فانت تقدر تعمل الكره العرضيه من هنا، وعلى فكره او من تحتهم يجي صالح والسوليه ياخدوا الكره الثانيه، ياخدوا الكره الثانيه. والجبهه دي برده يعني هي حته العرضيات، الهدفين اللي احنا جبناهم في الدور الاول كان مروان، لو حضرتك تفتكر كان قطع على القائم القريب في الهدفين، صح. محمد شريف كان انطلق من هنا ومروان قطع هنا وسجلها، والجون الثاني كان حد قطع من هنا وقعت من رجل محمد بسام ومروان تابعها. تمام، اذا دي ابرز نقطه ضعف عندهم. النقطة الثانية هي ضربات الجزاء، طبعا بيرتكبوا ضربات جزاء كتير عشان عنصر السرعة. النهارده وليد ازارو ممكن برضه يتسبب في ضربة جزاء زي ما تسبب في مباراة المصري. ماشي. ثالث حاجة التسديدات من على حدود منطقة الجزاء. التسديدات حل مهم جدا، سواء من صالح، سواء النهارده انت عندك اثنين ارتكاز منتهى الروعة، حمدي فتحي والسلاية الاثنين عندهم مثل التسديد. لو يكملوا مين لسه بقى هنشوف مين اللي هيكمل ومين اللي هيزيد. اعتقد ان اللي هيقف حمدي فتحي واللي هيكمل السولية. اعتقد كده. اذا حمدي فتحي برضو انت بتنصح ان هو يبقى يميل ناحيه طلع نضاي شويه من بدري. طبعًا. لو لازم. صالح لو حمدي فتحي طلع. حمدي فتحي مهم جدا ان هو يميل ياخد ناحيه يعني اسمها ياخد خطوتين شمال كده، وبرضو ايمن اشرف يرحل عليهم شويه، لان طلع نضاي لعيب سريع ولعيب قوي. تمام. هو يمكن الفينش بتاعه مش عالي، لكن هو لعيب قوي وقوي بدنيا. كلهم مركزين في ماتشات الاهلي، تلاقي كله مركز يحط وش رجله، تلاقي راحت في المقص هناك. فيعني نقفلها من بدري ان شاء الله. طيب اللي بعد كده الضربات الثابته. معانا صور فيها الضربات الثابته، هم عندهم لغز في الضربات الثابته، يعني دفاعيا مشاكل. في مشاكل في الضربات الثابته، داخل فيهم ثلاث اهداف، ودي ان شاء الله برضو نقدر نستغلها. حتى الجون في نادي الزمالك لو حضرتك تفتكر كان جمله لعبوها اهي، دي لا دي اول حاجه، دي الصور بقى دي بتاعه العرضيات زي ما قلنا من الجبهه اليسرى اللي احنا كنا بنتكلم فيها دلوقتي. ده جون الجونه فيهم من ناحيه الشمال، عمل العرضيه وجابها. الصوره اللي بعدها هنلاقي اهي برضو دي، ده جون الزمالك فيهم. ماشي. من ناحيه الشمال من ورا عاصم صلاح. تمام. نفس الجبهه. الصوره اللي بعدها برضو ده جون المصري، لعبت عرضيه والتغطيه واترفعت من ورا الباك اليمين، اسلام عيسى قطع وجابها. ده برضو بسبب سوء التغطيه العكسيه من الباك اليمين. الصوره اللي بعدها برضو ده جون المقاولين، نفس الفكره، عرضيه من الجبهه الشمال وسوء التغطيه العكسيه من الباك اليمين. اذا انت عندك ادي ده اربع اهداف كرات عرضيه. اللي بعد كده الضربات الثابته، ده جون الزمالك فيهم من ضربه ثابته اتلعبت برضو ناحيه الشمال وعملوا عرضيه. الصوره اللي بعدها ده بيراميدز اتلعبت برضو قدامهم، هدف مجدي محمد مجدي قفشه رفعها لاحمد ايمن منصور جت جون. اذا العرضيات من ناحيه الشمال والضربات الثابته سلاح مهم جدا النهارده للنادي الاهلي. تمام. استقبلت شباك طلائع الجيش 18 هدف مع البلجيكي لوك ايميل، لو تقدر برضو تقول لنا التوقيت. التوقيت هنلاحظ حاجه مهمه قوي، ان الاخر ربع ساعه في الشوط الاول واخر ربع ساعه في الشوط الثاني بيستقبلوا اهداف كتير جدا. يعني هم في الشوط الاول لو قسمناها اول ربع ساعه هدف واحد، من 15 دقيقة ل 30 هدفين، آخر ربع ساعة في الشوط الأول سبع أهداف. عندهم بالظبط كده. بعد كده من 45 ل 60 هدفين، بعد كده من 60 ل 75 هدف، آخر ربع ساعة خمس أهداف. خمس أهداف. إذن آخر ربع ساعة سواء في الشوط الأول أو في الربع ساعة بيقعوا بدنياً. تمام. عندنا اثنين مفاتيح لعب، سواء واحد في النادي الأهلي وواحد في طلائع الجيش. علي معلول في النادي الأهلي طبعاً. وعاصم صلاح في نادي طلائع الجيش. طبعا ارقام علي معلول هو يعتبر ان شاء الله ممكن ياخد لاعب الموسم،
باذن الله يعني ربنا يحميه كده من الاصابات. علي معلول رقم اللاعب 21، الراجل الثاني برده 21 نفس الرقم، السن الاثنين نفس السن 29 سنه. عدد المشاركات بتاع علي معلول لعب 19 مشاركه بس ب 1629 دقيقه. معلول جاب كام جون؟ 5 اهداف وصانع 7 اسيست، هو الاكثر في النادي الاهلي. اما عاصم صلاح لعب 21 مشاركة ب 1877، سجل هدف واحد وصنع هدف واحد. عاصم صلاح برضو الموسم ده أقل شوية من المواسم اللي فاتت، من المواسم السابقة عشان الإصابات. تمام، إذن دي كانت الأرقام والإحصاءات لفريق النادي الأهلي وفريق طلائع الجيش زي ما وريناها لحضراتكم من خلال دكتور أحمد ثابت. فقرة ثابتة دايما، فقرة ثابتة مع الدكتور أحمد ثابت دايما بتكون معانا ما قبل المباراة. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور أحمد، وإن شاء الله نلتقي بعد المباراة عشان نشوف برضو ما هي أهم الأرقام والإحصاءات لهذه المباراة إن شاء الله، وبالتوفيق للنادي الأهلي. شكرا جزيلا الدكتور أحمد ثابت. فقرتنا الثالثة هنطلع فاصل، وخبرنا التحكيمي النجم الكبير الكابتن سمير عثمان هيعلق لنا بقى شوية على طاقم التحكيم لهذه المباراة، مستر محمود عاشور، لأن احنا خلاص تعودنا ان احنا نقول مستر الحقيقة. فمستر محمود عاشور النهاردة هيكون هو حكما للساحة في هذه المباراة وبقية مساعدة. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل خبرنا التحكيمي كابتن سمير عثمان. ضيفي في هذه الفقره، فقره التحكيم، خبرنا التحكيمي مستر سمير عثمان. ازيك يا كابتن؟ ازيك يا كابتن ياسر؟ الحمد لله تمام. معلش انا لساني خد على كلمه مستر، على الاجنبي على طول. خلال الفتره الاخيره كل الماتشات، امبارح المقصه وبيراميدز بيلعبوا بحكم مستر، وقبل كده برضو يعني ماتشات كثيره جدا بتتلعب بحكام اجانب. النهارده عندنا طاقم تحكيم يا كابتن سمير، لكن قبل بس ما اروح لطاقم التحكيم واحنا بنتكلم عن عندنا ان شاء الله بطوله الامم الافريقيه القادمه. انا كنت فاكر ان امبارح او خلال الفتره اللي فاتت كان في معسكر للحكام الساحه اللي هيبدا اعتقد بكره، وحكام مساعدين امبارح او اول امبارح. لو تعرف اي معلومات عن هذا الموضوع. هو فعلا لجنه الحكام الرئيسيه في افريقيا عملت معسكر في مدينه الرباط في المغرب، واخده كل الحكام المرشحين انهم يشاركوا في بطوله امم افريقيا، عباره عن 30 حكم مساعد و29 حكم 30 حكم مساعد 30 حكم مساعد عملوا الاختبارات فعلا امبارح، والحمد لله كلهم نجحوا. احنا يخصنا الثلاث حكام بتوعنا الحمد لله كلهم نجحوا، اللي هو محمود ابو الرجال
وتحسين ابو السداد واحمد حسام طه. نعم. دول الحمد لله نجحوا. ثلاثة دول نجحوا من عندنا الحمد لله. تمام. ناقص حكام السفاره ان شاء الله هيجروا يوم الجمعه اللي هو بكره ان شاء الله، في جهاد جريشه وفي امين عمر وفي محمود البنا بعد بكره الجمعه. بعد بكره الجمعه. بس جهاد مش هيجري عشان جهاد لسه جاري الاسبوع اللي فات الاختبار بتاع كاس عالم بتاع بولندا، فطالما جري في خلال شهر ما يجريش تاني. تمام. فان شاء الله باذن الله يعني انا اتوقع في بعض الانباء كده الغريبه شويه ان جهاد هيشارك في البطوله كحكم في ار. وطبعا انا اتمنى انه يشارك كحكم اساسي في البطوله طالما بالظبط طالما ان هي هتتلعب في مصر، وخاصه زي ما حضرتك عارف يا كابتن اسلام الفي ار هيتطبق في الدور الثمانيه في بطوله امم افريقيا، يعني هنعمل لغايه الدور 16 من غير حاجه وبعد كده الفي ار هنستخدمه في الدور الثمانيه ان شاء الله. تمام. طيب نرجع نتكلم مره اخرى عن حكام طاقم التحكيم لهذه المباراه، ولكن نطلع نشوف الاول أوكي. تقرير عن طاقم التحكيم ونرجع نكمل مع حضرتك. أوكي. يدير لقاء اليوم الذي يجمع بين الأهلي ومضيفه طلاع الجيش ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الممتاز طاقم تحكيم بقيادة محمود عاشور من مواليد 10 من أكتوبر عام 1976 انضم للقائمة الدولية خلال الفترة من 2011 وحتى 2016. تعتبر مباراة اليوم هي الثانية لمحمود عاشور مع الأهلي، حيث أدار له مباراة مصر المقاصة في الجولة 11 والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، بينما أدار عاشور 3 مباريات حتى الآن لفريق طلاع الجيش. ومن المفارقات العجيبة أن جميعها انتهت بالتعادل. إجمالا أدار محمود عاشور للأهلي 20 مباراة، حقق المارد الأحمر الفوز في 18 مباراة وتعادل في مباراتين، أشار خلال البطاقة الصفراء 23 مرة والحمراء مرتين واحتسب 8 ضربات جزاء. أما فريق الطلائع فأدار له عاشور 14 مباراة، حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 8 مباريات وخسر 4 مرات. أشار خلال البطاقة الصفراء 20 مرة بينما غابت البطاقات الحمراء وضربات الجزاء. التحكيم لهذه المباراة مكون من الكابتن محمود عاشور حكما للساحة، كابتن سمير، كابتن هاني عبد الفتاح مساعد أول، الكابتن عبد الفتاح عريشة مساعد ثاني، كابتن نادر زكي حكم رابع، كابتن طارق سامي وكابتن محمد يوسف حكما خامسا. تمام. طاقم حكام على قد مستوى المباراة، محمود عاشور طبعا عنده خبرات عالية جدا، المباراة بالنسبة له مش صعبة بناء على خبراته المتراكمه، طبعا معاه مساعد حكم دولي ممتاز هاني عبد الفتاح رقم واحد، معاه مساعد حكم درجه اولى عبد الفتاح عريش حكم كويس جدا. نعم. خبراته عاليه، معاه طارق سامي طبعا الحكم الاضافي، اكتر حكم اضافي لعب السنه دي في مصر. احنا كل ما بنيجي بنبقى دايما الكابتن طارق سامي معانا، هو بيجي اكتر مننا في ايدينا طبعا طارق اكتر مننا، راجل محترم اتفضل. تمام. ومعاه محمد يوسف حكم من الحكام الواعدين يا كابتن اسلام من منطقه الغربيه، حكم هايل. هايل لعب السنه دي مباراه واحده كانت ام بي والمقاصة، عمل ماتش كويس جدا. الناس تفتكر الاسم ده، بكره هيبقى حكم كابتن محمد يوسف. محمد يوسف ده حكم اضافي، لو ايه هيفتكروه اكيد عشان بيتفرجوا دلوقتي، بس هي القناه كل الناس بتتفرج. طبعا مظبوط. علاوه في حكم رابع النهارده كابتن نادر زكي من اقدم حكام موجودين في مصر، حكم رابع بيساعد محمود والطاقم كله بره ان شاء الله، واتمنى لهم التوفيق كلهم. كيف يمكن اداره مثل هذه المباريات يا كابتن سمير؟ يعني مباراه مهمه في توقيت مهم تخليك تبقى على قمه الدوري العام مره اخرى، الاعصاب هتبقى بال 100% مشدوده، كيف يمكن؟ طبعا الكابتن محمود عاشور من وجهه نظري اختياره جيد جدا لهذه المباراه لانه ياما شاف. تمام. كيف يمكن اداره هذه المباراه والخروج بها لبر الامان؟ المقدمه بتاعت حضرتك رائعه، وعاوز اضيف ليها مباراه النهارده فيها طموح،
طموح لفريق النادي الاهلي انه عاوز ياخد يطلع على الصداره، طموح الجيش برضو عاوز يبقى في مركز كويس وابتعد. عايز 30 نقطه، خلي بالك ده قريب من ما هو لو احنا دلوقتي 32 لو في فرقه كسبت ماتشين ورا بعض بتطلع فوق على طول بالظبط كده. فانا مباراه بالنسبه لي دي طموح للفرقتين، ولازم طالما طموح للفرقتين لازم برضو تبقى طموح لطاقم الحكام. النهارده هو لازم يبقى عارف ان كل مصر النهارده بتتفرج عليه، وخاصه كمان النهارده الاتحاد المصري لما قدم وقت المباراه كمان عشان مباراه ليفربول وبرشلونه كانت حاجه كويسه جدا. فده كل واحد يدي تشجيع للحكم وحماس للحكم انه يبذل كساره جهده. المطلوب من عاشور النهارده اول ربع ساعه لازم يبقى مركز جدا جدا، لازم مركز في كل كوره. اوكي شخصيه وكالعاده الحاجات اللي داخل منطقه الجزاء هو الامتحان بتاع الحكم عشان نقدر نقيمه داخل منطقه الجزاء. زي ما اتفقنا قبل كده كابتن اسلام، الحكم ممكن يعمل اي حاجه بره ما يحسبهاش ما فيش مشكله، داخل منطقه الجزاء هي دي النقطه الوحيده اللي تقدر تقيم فيها الحكم من حيث الجراءه والشجاعه. طبعا الحاجات دي كلها النهارده متوفره في عاشور، هي ينقصه بس التوفيق، التوفيق وفي التركيز في كل كوره. وعاوز طاقم الحكام برده النهارده كابتن اسلام ما يكسلوش، لان اوقات انت في نهايه المباراه او في نهايه الشوط الاولاني ممكن برافو عليك التركيز بيقل، فممكن ما بقاش في يعني تركيز كامل بتبوظ الدنيا. فلا انا عاوز يبقى هادي النهارده ان شاء الله هو طقم الحكام اللي معاه، الهدوء والتركيز طبعا، واللي معاه ناس كويسه قوي على فكره ينجحوه باذن الله. تمام. حكام او الاثنين حكام مساعدين النهارده عليهم دور كبير جدا. طبعا اختيار جيد هاني عبد الفتاح في القائمه الدوليه بقاله سنتين، عبد الفتاح عرشه مرشح بقاله حوالي 10 سنين بيخش ترشيحات القائمه الدوليه، مش بيحالفه التوفيق بس هو كحكم مستوى فني رائع. لعب معايا مباراه، اخر مباراه كنت انا لعبتها اتلتيكو مدريد والاهلي، حكم الحكام الكويسه جدا بصراحه، مركز. علاوه بقى فيه طبعا لازم تركيز من الحكام الاضافيين طارق سامي ومحمد يوسف، لان في حاجات كتيره جدا بتبقى قصاد، طبعا بيحلوا مشاكل كتيره جدا للمساعدين الحكم الاضافي. امبارح اتفرجنا على مباراه الاسماعيلي، الهدف اللي احرز في الاسماعيلي لولا وجود الحكم الاضافي اللي واقف جنب الخط جنب المرمى هو اللي اداها للحكم، لان الكره كانت يا دوبك عدت نطت، واحنا ما عندناش الامكانيات اللي فيها التكنولوجيا زي في الدوري الانجليزي. حضرتك عارف الحكم بيلعب بساعه وسمارت بول، اول ما بتعدي الكره ومش محتاج يبص لحد بتديله فايبريشن مع رنه فبيحسبها هدف وما تليش فيه اعتراض خالص. امبارح الحكم الاضافي اللي كان موجود في مباراه الاسماعيلي كان رائع بصراحه، وانقذ المباراه من الحمد لله من مشكله قد تحدث. كابتن قبل بس ما انهي الفقره دي عايز اسال حضرتك، هو كابتن ابراهيم نور الدين فين بقاله فتره ضرب مش باين يعني؟ والله بص انا متشكر جدا حضرتك اثرت النقطه دي. ابراهيم بيلعب في مباريات الدوري الممتاز بس بعدد قليل غير الاول، بس هو فين بقى من مباراه الاهلي؟ هي دي علامه استفهام بالنسبه لي. اخر مباراه ابراهيم لعبها من حوالي 6 اشهر او 7 اشهر مباراه شهيره وكانت الاهلي والانتاج الحربي، كان فيها خطا واضح اللي هي ركله الجزاء التي لم تحتسب، هو شريك فيها مع الحكم الرابع والحكم المساعد، بس مش نهايه المطاف، لان الحكم يا كابتن اسلام طول عمره هيبقى فيه اخطاء. طالما ما فيش اخطاء متعمده يبقى خلاص لازم ابراهيم طبعا لازم لجنه الحكام تديله ماتشات ثانيه، مش عشان حكم اخطا استبعده موسم كامل عن إدارة مباراة، وخاصة هو من الحكام اللي كان ممكن يبقى له دور في بطولة أمم أفريقيا شأنه زي شأن محمد معروف أو محمد عادل اللي ما حالفهمش التوفيق. فأنا أتمنى لجنة الحكام لازم تدي تاني لإبراهيم ماتشات للنادي الأهلي، ماتشات للنادي الزمالك. بس إيه يعني كل واحد معرفش هو شوية دي لقطات مباشرة لحضراتكم من أرض الملعب واللاعبين متوجهين إلى التسخين قبل المباراه. اتفضل يا كابتن سامي. محتاج برضو ان هو ينزل ايه على الارض شويه يا كابتن. هو ابراهيم احنا عاوزين نتفق كموهبه، موهبه كويسه جدا بس ما كانش موفق في بعض المباريات. انما طالما الحكم او اللعيب عنده موهبه ما ايه يا كابتن ما تبحوش باللغه اللي احنا بنقولها، لا نديله فرصه ثانيه وثالثه، وخاصه هو رصيده كان كويس هو وزمايله برضو. نتمنى لكل طاقم التحكيم النهارده وكابتن ابراهيم وكل الحكام التوفيق ان شاء الله خلال الفتره الجايه. انا بشكرك جدا يا كابتن سمير. شكرا كابتن. ان شاء الله نلتقي بعد المباراه. ان شاء الله ما تبقاش في احداث كتيره باذن الله يا رب. ان شاء الله هي اول ربع ساعه بس تعدي. هتلاقي برضو انا افكر حضرتك اول ربع ساعه هتلاقي الاخطاء قليله جدا، اول خطا او ثاني خطا يبقى في حدود بعد الدقيقه العاشره كده او شويه يعني بالنسبه للكابتن محمود. ان شاء الله. لا الاخطاء السليمه اللي هيحسبها اللي هيحسبها انما ان شاء الله ربنا يوفقهم بدون اخطاء باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. نتمنى كل التوفيق لطاقم التحكيم كابتن محمود عاشور، كابتن هاني عبد الفتاح، كابتن عبد الفتاح عريشه، كابتن نادر زكي، كابتن طارق سامي، كابتن محمد يوسف. الى الملتقى كابتن سمير بعد المباراه ونشوف ايه اللي هيكون بقى، هيكون عندنا احداث ولا
تبقى الامور جيده ان شاء الله. شكرا جزيلا يا كابتن سمير، ونلتقي بحضرتك بعد المباراه. شكرا فندم. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل بقى هنبتدي نحلل مباراه اليوم النادي الاهلي ضد نادي طلائع الجيش من الناحيه الفنيه. ثلاثه الحقيقه من النجوم الكبار هيكونوا موجودين معانا النهارده، النجم الكبير الكابتن ماهر همام، والنجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم، والنجم الكبير الكابتن احمد بلال. بعد هذا الفاصل وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. خلوني أرحب بضيوفي وضيوف حضراتكم في ساعة ما قبل المباراة، أو أقل شوية ما قبل هذه المباراة الهامة جدا، مباراة طلائع الجيش والنادي الأهلي في الأسبوع 31. خلوني أبدأ بالنجم الكبير الكابتن ماهر همام. ازيك كابتن؟ يا سلام، أهلا بيك. أخبار حضرتك إيه؟ تمام الحمد لله. لخبطني بقالهم يومين يا كابتن شريف. أنا جريت وراه عشان كابتن فتحي برضه امبارح كابتن فتحي مع كابتن مرعي عبد الصمد، كان هو اللي لازم أبدأ بيه الأول يعني. يا كابتن وحشنا و... انت اللي وحشنا دايما والله العظيم. تاكل سوا، انت طيب وسنة حضرتك طيب على طول كده باذن الله. دايما منور مكانك وانت منور مكانك. ربنا يخليك. ايضا النجم الكبير كابتن بلال واخد مكانه النهارده، مفيش مشكله خالص. يا كابتن ربنا يخليك. الحمد لله ربنا يخليك يا رب. الحمد لله. طيب خلينا نبدا بتشكيل الفريقين زي ما حضراتكم هتشوفوه على الشاشه. نبدا بتشكيل النادي الاهلي لهذه المباراه. الشناوي وايمن اشرف وياسر ابراهيم واحمد فتحي وعلي معلول وحمدي فتحي وعمر السليه وجيرالدو وصالح جمعه ورمضان صبحي ووليد ازارو. ده تشكيل النادي الاهلي لهذه المباراه. اما تشكيل فريق طلائع الجيش، محمد بسام، خالد سطوحي واحمد سامي، علي الفيل وابو المجد بوشه وفرانك ستيفن ومحمد رزق وتالا نداي، اسلام جمال واحمد احمد سمير، وفي الامام مصطفى محمد. ده تشكيل طلائع الجيش لهذه المباراه. كابتن ماهر خليني ابدا بحضرتك، تشكيل النادي الاهلي وتشكيل طلائع الجيش رايك فيهم ايه؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تشكيل النادي الاهلي بيختلف اختلاف كلي عن الدور الاولاني يا اسلام. نعم. نلاحظ ان تشكيل النادي الاهلي في الدور الاولاني يمكن متغير بحوالي 10 لعيبه. لو رجعنا لورا شويه هنلاقي ان الدور الاولاني كان الشريف اكرامي، محمد هاني، سعد سمير، احمد علاء، ايمن اشرف، كريم نيتفيد، عمرو السلية، محمد شريف، ناصر ماهر، احمد الشيخ، مروان محسن. نعم. يعني 10 لعيبه مش موجودين ما عدا طبعا يمكن عمرو السلية هو اللي موجود في تشكيله النادي الاهلي. تمام. النهارده يمكن مستر لاسارتي بيعتمد على تشكيله اساسيه خلال التثبيت اللي اتكلم عليه خلال الفتره اللي فاتت، وقال ان مهم جدا ان تشكيله تجمع بعض العناصر اللي عندها خبره، لان هو طلب ان يبقى وجود بعض اللعيبه اللي هي رجعت من اصابه. هنلاقي مثلا زي احمد فتحي خبره موجوده في خط الظهر مطلوب بشكل كبير جدا، يمكن علي معلول موجود خبره موجوده بشكل كبير، يمكن عندنا رمضان صبحي بيرجع مره ثانيه، وليد ازارو. واضح ان مستر لاسارتي خلال الفتره الحاليه بيعتمد بشكل كبير جدا على العناصر المؤثره، لان زي ما انت عارف يا اسلام ان معظم المباريات اللي موجوده من بدايه طلائع الجيش وقبلها يمكن المصري مهم جدا الثلاث نقاط. ويمكن الراجل اتكلم على ان الحاله النفسيه اللي موجوده عليها لعيبه النادي الاهلي يمكن الحمد لله حاله طيبه، وان اللعيبه كلها عندها استعداد ان هي تلعب معظم المباريات اللي جايه مباراه كؤوس. واضح قوي ان مباراه المصري كان مهم جدا الثلاث نقاط عشان ناكد ان شاء الله الصداره اللي من خلالها. ثلاث خطوط النهارده بتجمع بين التوازن في الدفاع بشكل جيد، وعندنا يمكن الحاله الهجوميه ممثله في رمضان صبحي وصالح جمعه وجيرالدو وليد ازارو، بتجمع بين المهاره والسرعه والاختراقات والمهاره الفرديه اللي بنقدر نستغلها من خلال احراز الاهداف. طلائع الجيش برضو يا كابتن لو حضرتك شايف تشكيل جيد. انا شايف برضك طلائع الجيش يمكن بعض التغييرات يمكن في بعض اللاعبين، يعني اسلام جمال ومصطفى محمد واحمد سمير، هذا الثلاثي للثلاثي الهجومي له دور مهم جدا في مباراه اليوم. بالظبط. ويمكن عنده كمان نص ملعب يمكن تالا نداي وفرانك ستيف ومحمد رزق وفرانك ستيف، برضك عنده قوه بشكل كبير جدا في نص ملعب. تمام. ويمكن احنا محمد رزق شفناه بيجيد التصويبات من خارج ال 18، لعيب مؤثر بشكل جيد. اسلام
جمال واحمد سمير ومصطفى محمد، دول بيمثلوا قوه هجوميه بيعتمدوا بشكل كبير جدا على الكونتر اتاك، التوازن في الدفاع ثم الانطلاق في الهجوم ومحاوله الاعتماد على الكرات المرتده السريعه. كابتن شريف، راي حضرتك في تشكيل النادي الاهلي وتشكيل طلائع الجيش؟ زي ما كان قال الكابتن ماهر، بسم الله الرحمن الرحيم، اي فرقه لازم يكون عندها مهاره وسرعه وكل ده، وكل المقومات دي العيال متمثله في اللعيبه كلها اللي هي موجوده دلوقتي. بعد الشكل بتاع الدوري وشكل المنافسه، اعتقد ان هم وصلوا نفسهم، هم عارفين ايه اللي مطلوب من كل مباراه الحقيقه تحت شعار الثلاث نقاط يعني. هتبص على معلول وايمن اشرف وياسر واحمد فتحي وحمدي فتحي وعمرو السوليه ورمضان صبحي وصالح كوما جيرالد وليد اثارو، بيجمعوا كلهم بين الفنيات العاليه جدا والمهاره الحقيقه، من نص ملعب لفيرود سريع جدا لاطراف ما شاء الله قدمت لنا السنه دي شكل جميل جدا بنعتمد عليه. خبره ايمن اشرف كلاعب دولي دلوقتي وياسر ابراهيم هيعمل محطتين كويسين، هو بيعملوا اي تعويض او اي شكل فيه غيابات للاساسيين مثلا زي سعد سمير رامي ربيعه، الناس دي كلها عندك كمان دكه ما شاء الله يعني فيها برده من الحرفيه الجميله جدا من هشام محمد، عوده الجميل جدا اللعيب اللي انا كلنا بنحبه وبنعشقه متفاني هذا السنه يعني، السنه دي عمل للنادي الاهلي كتير قوي، وليد سليمان الحقيقه بنحب نشوفه برده مكانه في الملعب بيبقى ليه وضع تاني، فحاسس ان الملعب دسم يعني مليان بلعيبه الحقيقه تقدر تترجم لك شكل يطمنك باذن الله على الاداء، بس يبقى فيه روح من التركيز كويس انك انت تخلص بقى انك تلعب على الثلاث نقاط، لازم انت النهارده من اول 10 دقائق باذن الله يكون ليك وجود في الضغط الهجومي والدفاع ما فيهوش هزار ما فيش اي حاجه، بتحافظ على الشكل اللي يطمن اللعيبه مع نفسها حتى ان هم يقدروا يقودوا السفينه النهارده الى الثلاث نقاط. كابتن بلال، عايز اقول بس ان الاهلي يعني واخد راحه بشكل كويس، لعيبه ما فيش اجهاد بالنسبه لهم المباراه النهارده. ممكن نشوف مباراه ممتعه بالنسبه لنا، المباراه اللي فاتت ادينا مباراه جيده يعني، لولا عدم التوفيق في احراز الاهداف يا اسلام احنا كنا موجودين المباراه اللي فاتت، كان ممكن النتيجه تطلع افضل من كده، وكان ممكن يكون ده افضل مباراه اتلعبت او لعبها النادي الاهلي في الدور الثاني بشكل كامل. تشكيل النادي الاهلي يتناسب مع التكتيك اللي بيشتغل بيه. عندك 4 2 3 1، الاثنين الميد فيلدر، في واحد عندك عنده مهمه التغطيه على اللعيبه بتاعت اطراف الملعب، حمدي فتحي، عمرو السوليه اللعيب اللي بيقدر يكمل تحت الفراوده، بيقدر يصنع اهداف، بيقدر يسجل اهداف، ودي حاجه مطلوبه في كره القدم بالطريقه دي، 4 2 3 1 بتبقى محتاج واحد يعمل الكفرنج التغطيه، واحد تاني بيكمل مع المهاجمين هم عمرو السوليه. وفي نفس الوقت يرجع يعمل الكفرنج. في نفس الوقت برضه بيعمل الحته دي. الاثنين اللي موجودين على اطراف رمضان صبحي عوده النهارده مع جيرالدو في سرعات وفي مهارات. يعني رمضان صبحي من اللعيبه اللي عندها مهاره عاليه وعنده قوه بدنيه تقدر تستغله بشكل جيد، جيرالدو عنده سرعه وان كان بس ينقصه فقط الثقه على والجرأه على المرمى، هو لعيب جيد امكانياته كويسه فقط ينقصه اللمسه الاخيره تسجيل الاهداف، ودي ثقه، دي هتيجي من الماتشات، عارف انت دايما احنا كنا يعني زمان كانوا يقولوا لنا الفرود لما يسجل هدف الثقه بتيجي بترجع، جيرالدو محتاج الحته دي انه يسجل هدف، لو سجل هدف الامور هتختلف بالنسبه له بشكل جيد. وليد ازارو المباراه اللي فاتت مباراه رائعه جدا برغم من تضييع أيوة اكثر من فرصه أيوة، ولكن مباراه رائعه بالنسبه له، قدر ان هو يحصل على ركله جزاء ويصنع الهدف بتاع صالح جمعه بشكل جيد جدا، محطه جيده جدا بالنسبه للنادي الاهلي برغم من اضاعته. بص خد بالك انت في الاول في الاخر بتقيم الفرود بالفعاليه بتاعته، ايه الفعاليه بتاعت الفرود؟ يا تسجل هدف يا تصنع هدف، هي دي الفعاليه بتاعت راس الحرب ان انت بتشتغل عليه، يا اما يصنع لك هدف يا اما يسجلك هدف، رقم واحد انك تسجل هدف، حلو، ده التقييم الاعلى بالنسبه لراس الحرب، رقم اثنين انك تبتدي تصنع او تشارك في صناعه الاهداف، المباراه اللي فاتت عمل ركله جزاء، الكره اللي قبليها عمل ثرو رائع جدا لصالح جمعه، رائع جدا جدا جدا، محطه قويه جدا، لياقه بدنيه عاليه، سرعه بتحتاجها في اوقات كتير، النادي الاهلي في بعض الاوقات بيحتاج يلعب على الهجمات المرتده السريعه وليد ازارو عنده الميزه دي بشكل جيد جدا، لعيب بيقدر يهد الدفاع بشكل كويس قوي، عنده ذكاء في الملعب، وان كان ينقصه التوفيق او حته مش عايز اقول اللمسه الاخيره، حته انك انت تبقى مركز قوي على تبقى هادي، مش عايز اقول تركيز برده، الهدوء ينقص بس وليد ازارو. شايف انا التشكيل تشكيل جيد بالنسبه للنادي الاهلي، لما بتحط التشكيل ده وتشتغل بالخطه دي يبقى انت عايز تهاجم النهارده، النادي الاهلي النهارده هو الفعل مش رد الفعل، اعتقد ان التشكيل ده يتناسب مع كمان مع المباراه ويتناسب مع فريق طلائع الجيش. تمام، قبل بس ما نكمل كلامنا عن هذه المباراه خلينا نطلع نشوف تقرير هذه المباراه ونرجع نكمل مع حضراتكم بقيه هذه الحلقه.
رغبة في استمرار المنافسة على اعتلاء الصدارة، يدخل الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي اختبارا هاما اليوم الأربعاء حينما يواجه نظيره طلائع الجيش عند 11:45 مساء على أرض ملعب استاد المكسب الأسكندرية، وذلك في إطار مباريات الجولة 31 لبطولة الدوري الممتاز. تمثل المباراة أهمية لدى الجهاز الفني للأهلي من أجل مواصلة الانتصارات التي بداها الفريق في الجولة الماضية بالفوز على المصري بهدفين نظيفين وتقدم لوصافة الدوري بعد أن كان في المركز الثالث، ولا شك أن الفوز سيدعم حظوظ الفريق في الوصول لقمة الدوري. يحتل الأهلي المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن الزمالك الغريم التقليدي صاحب المركز الثالث برصيد 60 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 34 نقطة. يدخل المارد الأحمر المباراة بمعنويات مرتفعة عقب الفوز على المصري واستعادة الاتزان مرة أخرى بعد سلسلة من النتائج السلبية، وحرص مارتي لاسارتي المدير الفني على تصحيح أخطاء الفريق خلال الأيام الماضية، كما شاهد العديد من مباريات طلائع الجيش بصحبة اللاعبين لكشف مواطن القوة والضعف في الفريق والتأكيد على مهام كل لاعب في المباراة. شدد لاسارتي على مدافع الفريق بفرض رقابة لصيقة على الثلاثي الأبرز في صفوف طلائع الجيش مصطفى محمد، أحمد كابوريا وأحمد سمير، كما حذر اللاعبين من إهدار الفرص السهلة مؤكدا أن المباراة صعبة ولا تتحمل أي رعونة أمام مرمى الخصم. وشهدت قائمة الفريق للمباراة عودة العديد من اللاعبين البارزين الذين غابوا عن المباراة الماضية بسبب الإيقاف أو الإصابة، على رأسهم وليد سليمان، عمرو السولية، محمد هاني، محمد الشناوي، مروان محسن. على الجانب الآخر يسعى البلجيكي إيميل لوك المدير الفني لطلائع الجيش لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي وتعويض الهزيمة في الجولة الماضية أمام الجونة بهدفين نظيفين. شدد المدير الفني على اللاعبين بتضييق المساحات أمام لاعب الأهلي وحذر لاعب الدفاع من الأخطاء الساذجة، كما عقد المدير الفني جلسات نفسية مع اللاعبين لتحفيزهم من أجل تفادي الخسارة أمام حامل اللقب. يعول الجهاز الفني أملا كبيرا على عناصر الخبرة في الفريق التي تتمثل في مصطفى محمد، أحمد جعفر، أحمد سمير، محمد رزق، أحمد كابوريا وفرانك ستيفن. اهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن ماهر، كيف يبدا النادي الاهلي هذه المباراه؟ يبدا ضغط امامي يستنى في نص ملعبه، كيف يلعب النادي الاهلي في هذه المباراه؟ هو النادي الاهلي الفتره اللي فاتت اسلام واضح قوي ان عنده دوافعه واصراره من بدايه المباراه على الضغط على الخصم بشكل جيد على اساس انه يحرز هدف، وانا شايف ان اللعيبه خلال الفتره اللي فاتت ديت الحالة البدنية والحالة التكتيكية والحالة المهارية موجودة بشكل جيد، يعني حتى يمكن في التدريبات اللي واضحة خلال الفترة اللي فاتت المستر لاسارتي يمكن حس بشكل كبير جدا الأخطاء اللي وقع فيها النادي الأهلي، إذا كانت من الجوانب الدفاعية في التنظيم الدفاعي، وكمان اشتغل على الجانب الهجومي اللي احنا كلنا بنتكلم من خلاله في حتة ضياع الأهداف من بعض نجوم النادي الأهلي اللي هم بيعتبروا هدافين زي أزارو، زي رمضان صبحي، زي جيرالدو، يمكن بنستثني صالح جمعة اللي صالح سجل المباراة السابقة. فأنا شايف النادي الأهلي هيلعب بضاغط من بداية المباراة على دفاعات طلائع الجيش، خصوصا أن طلائع الجيش النهاردة يهمه أن هو يحافظ على المكانة، لأن هو في مكانة في المركز ال 13 ودي مكانه بالنسبه له فيها خطوره. 34 هدف لسه ما اطمنش بشكل جيد، عندهم 34 نقطه عندهم من الاهداف 34 هدف، يعني بيقدروا يحرزوا اهداف. عنده مشكله في خط ظهره يمكن داخل فيه حوالي 36 هدف بيمثل عبء كبير جدا على خط ظهره، زي ما الكباتن اتكلموا يمكن بلال وشريف ان احنا عندنا النزعه الهجوميه النهارده موجوده في التشكيل بشكل جيد، بتبتدي من الاطراف، يمكن علي معلول بيمثل جبهه هو ورمضان صبحي جبهه، يعني احنا هنبدا ضغط امامي الاول بالظبط، وبعد كده هنتكلم بقى مع حضرتك على الاطراف وعلى الكابتن شريف بعد اذنك. ثلاثي في وسط الملعب تالانداي ورزق وفرانك ستيفن،
يعني بيلعب بثلاثي في وسط الملعب، الدنيا هتبقى مقفوله شويه والاعتماد على اطراف طلاع الجيش، كيف يواجه النادي الاهلي هذه؟ هو عليك اطراف طلاع الجيش اللي بتخلي مصطفى محمد هو اللي عامل المحطه الهجوميه اللي بيحاولوا يستغلوا مصطفى محمد في نهاية الهجمه، ودي من الشكل الطبيعي اللي هو بيلعب بيه طلاع الجيش. والمباراه هنا حاسين كل الفرق، يعني الاهلي حاسس ان هو عايز 3 نقاط عشان المقدمه، وطلع الجيش في شكل مش ما يطمنوش، لان اتحاد اسكندريه معاه والدنيا معاه والدنيا دول بيكسبوا، فهو لازم يكسب هو كمان قوي بقى، خصوصا بعد فوز حرس الحدود امبارح على الاسماعيلي، خاصه ان حرس الحدود كسب كمان امبارح. ف الشكل بتاع نص الملعب طبعا هو اللي بيامن ان قدامه رمضان صبحي وصالح جمعه وعمرو السوليه، هنقول حمدي فتحي بشكل دفاعي بيبقى موجود. فطبعا في حسابات بالنسبه لفريق طلائع الجيش والراجل المدرب بتاعهم، ومقدر قد ايه انه بيلعب مع نادي الاهلي، يعني النادي الاهلي اللي هو بيبحث دايما على اللي قاله بلال اسرع مما بيعملوا كونتر اتاك في مصر، هي اول ما بنمسك الكوره بنقطعها بنقدر نعمل مساحات من الاطراف، ورمضان بيفتح على الجنب بيجي له علي معلول، جيرالدو عنده من السرعات، واحمد فتحي باك اب ليه من الناحيه الثانيه. فطبعا الحسابات بتاعه طلنداي ومحمد ياسر فيهم شكل امداد للاسلام جمال واحمد سمير ومصطفى محمد، وفي شكل اساسي بالنسبه لهم اللي هم على الاطراف يحاولوا يوقفوا الشكل الهجومي بتاع النادي الاهلي، فهم بيبقوا مايلين شويه مش من الاختراقات من العمق، انما مايلين شويه ان هم يحاولوا يصطادوا كوره او يقطعوا كوره في نص الملعب يقدروا يعملوا لها امداد لمصطفى محمد، اللي هو اعتقد انه من احسن الناس اللي هم بيتعاملوا في الكرات العرضيه، عنده ثقه في نفسه وعنده ويقدر يرسل كوره بين الثلاث خشبات. كابتن بلال، تطوير الناحيه الهجوميه او الاداء الهجومي بمعنى ان الرباعي اللي ورا معروفين معلول، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، احمد فتحي، ومن قدامهم حمدي فتحي، مين اللي هينزل ياخد الكوره من تحت؟ هل هو صالح جمعه؟ هل هو عمرو السوليه اللي هيبدا معاهم من تحت، ولا حمدي فتحي؟ كيف سيبدا النادي الاهلي في ظل شكل واضح لتراجع نادي طلائع الجيش وانتظار النادي الاهلي في وسط ملعب؟ شوف، انت قلت حاجه مهمه جدا، النهارده طلائع الجيش يهمه ايه من المباراه؟ عايز ايه؟ طلائع الجيش النهارده عايز ياخد نقطه على اقل تقدير يا كابتن، يعني عايز يطلع يخرج النهارده من المباراه على الاقل، مش على الاقل يعني من افضل الحاجات بالنسبه له يتعادل مع النادي الاهلي وياخد نقطه، لان دي من المباريات اللي بيحسبها المدير الفني ان هي 3 نقاط مفتقده، فبالتالي هو بيلعب على نقطه، فده هيخلي ان سيستم اللعب بتاعه ان هو يقفل بشكل كويس قوي في نص ملعبه، يقفل المساحات على لعيبه النادي الاهلي، ما يديش مساحه للعيبه اللي موجوده، عارف امكانيات لعيبه النادي الاهلي، يلعب من الثلث الاخير اعتقد عشان ما يديش فرصه للسرعات اللي موجوده عند رمضان صبحي، عند جيرالدو، عند وليد ازارو. الفكره النهارده هتشتغل انت ازاي كنادي النهارده هيبقى صعب جدا ان صالح جمعه ينزل هو كمان يستلم ويحضر من تحت، لازم يبقى في زياده عدديه في الحته اللي قدام عشان يبقى في عدد كتير من لعيبه النادي الاهلي يقدروا يلعبوا مع بعض الباصات القصيره. النهارده استغلال الوان تو هات والباصات الصغيره بالنسبه لعيبه النادي الاهلي في الثلث الامامي هيبقى مهم جدا يستلم. اللي يقدر يشتغل الحته دي بتاعه التحضير هو النهارده عمرو السوليه، ترجع لك لعيب امكانياته جيده جدا، كورته حلوه، يقدر النهارده يشتغل بالشكل ده بشكل كويس جدا، يقدر كمان يوصل النهارده صالح ويوصل اطراف الملعب بتاعتك. النادي الاهلي النهارده لابد انه يعمل ستريتش للملعب، يفتح الملعب على لعيب طلائع الجيش عشان يقدر يخترق، عشان يقدر يلاقي مساحه انه يعمل فيها الكرات العرضيه. النهارده عشان تكسب طلائع الجيش هيبقى صعب تكسبها من قلب الملعب، هتكسبها النهارده من على اطراف الملعب. يبقى حمدي فتحي، عمرو السوليه هو اللي عمرو السوليه هو اللي يبتدي، اقرب واحد يبتدي، كورته حلوه، لعيب كويس، هو الرابط ما بين الاربعه اللي موجودين قدامه والاربعه اللي موجودين في الخط الخلفي في النادي الاهلي، فهو اللي يقدر يعمل الحته دي. كمان عنده ميزه ان هو بيجري بالكره كويس قوي، يعني من اللعيبه الدريبلر، يعني ما تقطعش منه الكره بسهوله، وعنده رؤيه في الملعب، يقدر يلعب على اطراف الملعب بشكل كويس جدا. هو النهارده هيبقى محور اداء مهم جدا، بالاضافه طبعا لصالح جمعه. النهارده في وقت من الاوقات ممكن يبقى السوليه وصالح جمعه بيلعبوا جنب بعض وبيغطي من تحتهم حمدي فتحي عشان يبقى ليك تواجد في الحته بشكل مكثف في الحته الهجوميه او عندك زياده عدديه. لعيبه النادي الاهلي النهارده مهم جدا اسلام تشتغل على اطراف الملعب بشكل كويس جدا عشان يقدروا ان احنا نوصل للمرمى بسهوله جدا. هنرجع نتكلم على اطراف الملعب، ولكن قبل بس ما نطلع فاصل، المقاولين والداخليه انتهت المباراه بهدفين لكل فريق، تعادل ايجابي ما بين المقاولين والداخليه، اعتقد النقطه دي هتبقى مفيده جدا لفريق الداخليه. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نتكلم على اطراف النادي الاهلي. اهلا
وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن ماهر، احمد فتحي وعلي معلول بقى لحضرتك كنت عايز تتكلم عنه الدور اللي كان او اللي دايما بيعمله طرفي النادي الاهلي. بص يا اسلام، هو طبعا يعني علي معلول واحمد فتحي من اللعيبه الخبرات المميزين اللي قدرنا من خلال تواجدهم يتبني عليها الخطه وطريقه اللعب والاداء من خلال المدرب الفني. نعم. فانت النهارده الخبرات اللي موجوده عليها علي معلول بصفته ان هو راجل لعب في منتخب تونس، ويمكن السنه الثانيه على التوالي مع النادي الاهلي بيأدي باداء مميز بشكل كبير. وعايز اقول لك ان بدايه الهجمه لما بتتبني من تحت ومن على اطراف النادي الاهلي عن طريق فتحي او معلول، تاكد انك انت سيطرتك وبنائك للهجمه بشكل كبير جدا بتساعدنا على ان احنا نقدر نروح لجول، نقدر نحرز اهداف. يعني علي معلول من ضمن اللعيبه اللي عندها حسن التصرف بشكل جيد. بدايه الهجمه من ناحيه الجنب الشمال بيقدر يبني مع حمدي فتحي، بيقدر يبني مع رمضان صبحي بشكل مميز. لما بيروح للمنطقه المؤثره اللي هي التلت الهجومي، اللي هو التلت المؤثر في دفاعات طلائع الجيش، بيقدر يشتغل بشكل حضاري، بيشتغل بشكل تكتيكي على اعلى مستوى. كابتن ماهر، ده وصول طبعا رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب الى ارض او يعني طبعا الى ملعب المباراه، طبعا معاه العميد محمد مرجان، وطبعا نائب رئيس النادي الاهلي الاستاذ العمري فاروق وزير الشباب والرياضه الاسبق، ووصولهم الى ارض الملعب لمسانده الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي في هذه المباراه الهامه. اتفضل يا كابتن. لما بيوصل للجزء المؤثر بقى اللي احنا بنحتاج فيه بقى المهاره، بنحتاج فيه شغل التكتيك اللي احنا بنتكلم عليه، بيقدر يعمله بشكل جيد. بيقدر يعمل ربط مع رمضان صبحي بجمله واضحه في معظم الماتشات اللي احنا بنشوفها، الاختراق المميز اللي احنا بنسميه بلغه التدريب الاوفرلاب، بيعمل خلق مساحه ورا خط ظهر مدافعي. ده الدور اللي بيعمله بقى رمضان وجيرال، رمضانه دخول للداخل عشان يفضي المكان اللي في ظهره. بالظبط. وبعدين بيبدا يشتغل على قروص مؤثر، وهو مميز بشكل كبير جدا. بيقدر يختار ازارو، بيقدر يختار صالح جمعه المتقدم، بيقدر يختار جيراردو المكمل، بيقدر كمان عنده لو لقى ده اللعيبه ممسوكه بهذا الشكل بينزلها لتحت اسلام. أيوة. للي جاي من تحت بقى اللي هو متابع حمدي فتحي. الرؤيه حضرتك تقصد الرؤيه. الرؤيه المميزه بالنسبه لمعلول، وهو بصراحه مؤثر وذكي بشكل كبير جدا، ومفتاح من ضمن المفاتيح اللي بيعتمد عليه لسارتي من جبهه الشمال. احمد فتحي نفس الكلام. احمد فتحي عودته، احنا كنا محتاجين احمد فتحي بقى لنا فتره، عودته بشكل جيد، الخبره اللي موجوده عليه احمد فتحي، القوه، الانقضاض، حته التحرك من تحت لفوق، حته ازاي بيدافع بشكل ايجابي وبعدين بيبدا يساند مع عمرو السليه وجيراردو في حته خلق المساحه والكرسات العرضيه اللي مشهور بيها احمد فتحي. مهم جدا النهارده ان الكرسات العرضيه دي نهتم بيها بشكل جيد وتبقى ترجمتها على الجول عشان نقدر نجيب اهداف. نتمنى طبعا ان شاء الله يبقى الجبهتين موفقين النهارده. تمام. عشان يساعدونا بشكل جيد. كابتن شريف، الرباعي الامامي رمضان صبحي، صالح جمعه وجيرالدو، احنا قلنا ان عمرو السليه هو اللي هيبقى واخد الكره من تحت عشان يطلع بيها بقى، او يبقى هو الرابط ما بين الرباعي الخلفي والرباعي الهجومي. صالح جمعه دوره بقى النهارده؟ دوره الحقيقه بالفطره، يعني علي معلول واحمد فتحي دول ما لهمش انا كمدرب اقول له انت هتعمل ايه النهارده، ده عارف هيعمل ايه، ملوش تعليمات. الناس دي بخبراتها باللعب اللي لعبوه في حياتهم كله عارف هيهجم امتى وهيدافع امتى، وامتى لما الكره تبقى العكسيه هيخش جوه يبقى هو الليبرو وهو دول ناس ما لهمش تعليمات. نفس الشيء عمرو السوليه، بنفس الشكل، بنفس الامكانيات اللي قال عليها بلال، راجل لعيب كوره فاهم، عارف امتى هيستلم من تحت وامتى هيطلع يعمل امدادات. صالح جمعه اللي هو بيسموه المعلم، اللي هو راجل اللي بيحاول ان اي فرد قدامه بس يقدر يمرر له الكوره عشان يوديه ناحيه الجول، وعنده الرؤيه الممتازه والتايمنج كمان انه ازاي يطلع حتى احمد فتحي او يطلع علي معلول من مكانه ده. رمضان صبحي والمحطه اللي هي بتستلم الكوره وبتسمح للي حواليه كلهم يتحركوا يقدر يمرر لهم الكوره في نفس الشكل، ان هم بيعملوا شيء مباغت انت ما بتعرفش تاخد منه كوره، يعني لعيب تقيل جدا، لعيب على امكانيات هايله، لعيب قوي في الملعب، لما بتجيله الكوره عنده حسن تصرف، عنده حسن مراوغه، لما بيبقى حالته البدنيه اقوى وسليم في الملعب الحقيقه بيعدي من واحد واثنين وثلاثه وبيعمل حاله خطيره جدا، وساعات بيوصل لغايه جوه خط السته، ما بيبقاش ناقصنا زي ما اتفقنا كلنا قبل كده انهاء الهجمه، انهاء الهجمه مع وليد ازارو، الشكل القوي جدا اللي هو بيستني في التايمنج اللي بيسرق فيها الديفندر، ازاي الكوره هتلعب له بالعرض،
هو ده اللي احنا كلنا بنبقى مستنيينه في مباراه الاهلي الاخيره كلها عشان نحافظ على الفوز. الاهلي مطمني النهارده من جميع اللاعبين الحقيقه بيبقى عندهم فرصه كبيره قوي لما بتبقى ارضيه الملعب كويسه. فاعتقد ان ارضيه حرس حدود ارضيه كويسه ولعبوا معها المباراه اللي فاتت سابق. قبل كده وانا بطمن الحقيقه لما بنبقى بنلعب على ارضيه نقدر نباصي الكره فيها وناخد الكره ونستلم ونسلم ونعمل عرضيات وتبقى مترجمه بكل التوفيق النهارده للخط الهجوم في وليد ازارو. كابتن بلال اخيرا عشان وقتنا لو عايز تقول لازارو او للناحيه الهجوميه كل المهاجمين عايز تنصحهم بحاجه النهارده قبل بدايه المباراه هتقول لهم ايه؟ اقول بس الهدوء، مطلوب الهدوء. انت احنا النادي الاهلي بيقدر يصنع فرص كتيره. أيوة جدا. ايوه تمام. طالما قدرت انك تصنع فرص ده بالتالي ما يخليكش يخليك انك هادي شويه، ما يخليش عندك توتر عصبيه، الفرصه هتيجي مره ثانيه وثالثه. طالما قدرت انك تتحكم في ريتم اللقاء بالتالي هيبقى في عندك مساحه ووقت وزمن انك تقدر تشتغل وتسجل اهداف. وليد ازارو او صالح جمعه او اي لعيب اي لعيب رمضان صبحي جيرالدو، الهدوء قدام المرمى، الفرص ممكن تتكرر في مباريات الذهاب بتاعه النهارده دي، مش هتبقى صعبه ان هي تتكرر، لا ممكن تتكرر مره واثنين. فبالتالي لما يجي لك فرصه خليك هادي، هدوء، تركيز، يعني اشتغل بعينيك ما تشتغلش بقلبك بس قدام. أيوة. المرمى مهم انك تشتغل بعينيك، تشوف، تركز، تعرف انت واقف فين، تعرف انت مدى قوه الكره ايه. في حاجات ممكن تتركن تشطها، في حاجات ممكن تتشط انت عايز تركنها. الكلام ده محتاج الهدوء والتركيز شويه والرؤيه داخل الملعب. لكن وانت بتلعب احنا محتاجين يبقى عندك قلب كبير، ولكن محتاجين يبقى عندك هدوء قدام المرمى. اذا نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه الهامه جدا. 3 نقاط تضع النادي الاهلي في صداره الدوري العام المصري ان شاء الله بعد نهايه هذه المباراه. نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ما تنسوش ان احنا بعد المباراه مباشره هنكون مع حضراتكم. للناس بقى اللي مش هتتفرج على مباراه برشلونه وليفربول تيجي تتفرج بقى على تحليلنا لهذه المباراه وما بعد المباراه وحصريات خاصه جدا بقناه النادي الاهلي. نطلع بقى نتفرج على المباراه وننتظر حضراتكم بعد المباراه مباشره. كل التوفيق وكل الدعم للنادي الاهلي في الفوز ب3 نقاط تضعه ان شاء الله على صداره الدوري العام المصري.